يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم كالعادة هتكون حلقة غاية في الأهمية، مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، بالتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ محمد مراد، الناقد الرياضي باليوم السابع، وهنستفيد معاه في الحديث في الجزء الثاني تحديدا من هذه الحلقة في بعض الأمور الهامة، بالتحديد ببعض الأخبار الخاصة بالجانب المحلي. الأول نروح نشوف أهم أخبار وأهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يختتم اليوم استعداداته للقاء طنطا. فايلر يطمئن على جاهزية الشحات ووحيد. إكرامي يشارك في التدريبات الجماعية. فيفا يضع شروطا جديدة في لائحة الجبلية. انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب إقامة قمة الدوري في الإمارات. والاتحاد الجزائري يؤكد إقامة كأس أمم أفريقيا المقبلة في الشتاء. طيب عد معايا بقى كده، نعد مع بعض. واحد عمر السومة لاعب الهلال السعودي. اثنين جاي مبينزا مهاجم الملعب التونسي، تمام؟ ثلاثة إليكي مهاجم لوزر. أربعة علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا. خمسة هارليم نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني. وستة وممكن ما يكونش آخر واحد يعني، أليو باجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي. واخدين بال حضراتكم كام اسم امبارح الأهلي تعاقد معاهم؟ اتعاد معهم بس على السوشيال ميديا، على المواقع، بعض الأخبار، الكلام من ده. لو تفتكروا برضو أيام ما كان الأهلي بيجيب مدير فني قبل ما يعلن عن مستر فايلر، كنا عملنا نفس الموضوع ده، طلعنا قلنا لحضراتكم في أسماء كتيرة جدا، ورصدنا لحضراتكم الأسماء اللي اتعرضت كلها. في الآخر جه مين؟ جه واحد اسمه أصلا ما اتطرحش، اللي هو مستر فايلر. اسمه ما كانش مطروح إعلاميا يعني بالتحديد، لكن ممكن كان يكون موجود على طاولة الناس، طاولة المسؤولين في النادي الأهلي، وهم قرروا بعد كده. المرة دي نسبة قليلة قوي اللي ممكن يطلع من الأسماء دي لعيب للنادي الأهلي جديد، نسبة قليلة. النسبة الأكبر إن هو ممكن يكون اسم خارج القائمة دي من الأسماء زي ما احنا تعودنا دايما. وندل الموضوع ده هيدل على إيه؟ هيدل على السرية التامة اللي بيشتغل بيها المسؤولين في النادي الأهلي، وده أمر في الحقيقة يحسب له، زي ما حصل كده أيام المدير الفني بيحصل دلوقتي في بخصوص المهاجم اللي ممكن النادي الأهلي يتعاقد معاه خلال الفترة الجاية، أو اللاعب اللي هيتم ضمه يعني خلال الفترة الجاية. ففي الحقيقة يعني أمور غريبة جدا وكلام، والكل بيقول لك رسمي خلاص الأهلي خلص لعيب، ورسمي خلاص الأهلي واللعيب ده انضم للأهلي وهيلعب ماتش النجم وهيجي مش عارف إمتى، وتفاصيل كتيرة جدا غير حقيقية إطلاقا. بمجرد حسم الصفقة بشكل رسمي هيتم الإعلان سواء من خلال القناة أو من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي. حتى الآن مفيش أي شيء رسمي النادي الأهلي بصدد الإعلان عنه. لما الأمور تنتهي بشكل تام هتعرفوا اسم اللعيب اللي هينضم للنادي الأهلي. الأهم بالنسبة لنا كلنا إن هو يكون اسم إضافة للفريق ويقدر يساهم في التحديات والأهداف المختلفة للنادي الأهلي، لعل أهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي احنا ماشيين فيها، وبإذن الله عندنا طموح كبير جدا فيها وواثقين جدا في الجهاز الفني واللاعبين. حسابيا الاهلي موجود في البطوله بقوه حسابيا. القلق ساعات بيبقى بسيط عند الجمهور، ده حبا في الفريق وكلام من ده، وطموح بيبقى كبير وعشم ممكن. لكن غير كده لا، الاهلي حسابيا في ايده كل حاجه في بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي اللاعب اللي هيجي باذن الله هيكون اضافه، واكيد هيدعم الصفوف بالشكل المطلوب من خلال طبعا راي مستر فايلر يعني. فده امر انا حبيت ابتدي مع حضراتكم بيه الحلقه، لان في الحقيقه يعني الواحد استغرب، واكيد حضراتكم استغربتوا بشكل كبير جدا الاسماء الكتيره اللي كانت بتتقال امبارح بخصوص تعاقد النادي الاهلي مع لاعب منهم. فهنشوف خلال الفتره اللي جايه مين اللعيب اللي هينضم للنادي الاهلي، واكيد هنبلغ حضراتكم اول باول. في المقابل الفريق بيستعد لمباراة الغد، مباراة طنطا في بطولة الدوري. هذه مباراة الهامة جدا في البطولة، واكيد النادي الاهلي واخدها بمحمل الجدية بشكل مؤكد، وخصوصا ان انت خلاص بتنافس على البطولة، عايز تفرق بشكل اكبر من خلال مواجهتي طنطا والمقاولين، وخصوصا المقاولين بينافسك في على المركز الاول، لان هو المركز الثاني دلوقتي. ليك ماتشين مؤجلين،
هو لعب زياده ماتشين عندك، لكن في نفس الوقت لما هتكسب باذن الله باذن الله تعالى طنطا والمقاولين يبقى انت كده يعني الدنيا حلوه قوي في الدوري، الدنيا جميله زي الفل. بخلاف افريقيا بقى هنمشي فيها باذن الله واحده واحده، وان شاء الله يكون الفريق موفق. بالتالي الاستعدادات مهمه من خلال مروان وحيد اليوم، واحنا عارفين بسبب اجهاد السفر والرحله الطويله اللي كانت من زيمبابوي حتى الوصول لمطار القاهره، وصلوا امبارح الساعه 1 الصبح. فبالتالي التدريب الوحيد النهارده تدريب مهم جدا، من خلاله مستر فايلر اكيد هيستقر على الشكل، اللاعبين، الاسلوب اللي هيلعب بيه النادي الاهلي مباراه الغد باذن الله الساعه 7:30 مساء في استاد القاهره الدولي. الامور كلها ماشيه بالشكل الجيد، وان شاء الله الفريق يكون موفق في هذه المباراه. من الوارد ان مستر فايلر يلجا لبعض الاسماء اللي كانت الفتره اللي فاتت ما بتلعبش بسبب ضغط المباريات، علشان تريح البعض الاخر اللي انت هتحتاجهم اكيد في مباراتي المقاولون والنجم الساحلي اللي هيكونوا ورا بعض على طول. فهي حسابات كلها خاصه بالمدير الفني، هو ادرى بكل شيء والثقه كلها في الراجل ده في الحقيقه يعني، وجهزه معاهم بكل تاكيد. خليني استعرض على حضراتكم بعض اخبار الفريق النهارده. مستر فايلر هيحاضر لاعب الاهلي بالفيديو استعدادا لمواجهه طنطا. الكلام ده هيكون امتى؟ هيكون بعد الوصول لمقر اقامه النادي الاهلي او المعسكر اللي بيبقى خاص بيوم المباراه. بالليل هيبقى في وجبه عشاء بالنسبه للاعبين بعد العوده من او بعد الذهاب من استاد التيتش لغايه الفندق، وبعد كده هيبقى في محاضره بالفيديو هيتكلم فيها مستر فايلر عن بعض السلبيات والايجابيات عند فريق طنطا وكيفيه التعامل معهم باذن الله في هذه المباراه، وده امر غايه في الاهميه. خليني اقول لحضراتكم كمان بالمناسبه، طبعا التدريب في اللحظات دي يعني، واحنا بنتكلم مع حضراتكم التدريب انطلق تقريبا الساعه 4 عصرا تحديدا. بالنسبه لوليد سليمان وقفشه عندهم فحص طبي قبل المران، واحنا هنعرف كل الجديد بعد شويه من مراسلنا العزيز المتواجد هناك بخصوص المصابين، لكن هم كان عندهم فحص طبي قبل المران. الفحص ده هيبين هل هم ينفع يلعبوا ماتش بتاع بكره ولا مش هينفع. ايا كان طبعا اثنين عناصر مؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي، لكن ان شاء الله اللي هيبقى مكانهم هو هيقدر يسد وهيقدر باذن الله يكون على نفس المستوى ده امر مؤكد يعني. بالنسبه لشريف اكرامي خلاص بينتظم في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا بعد اصابه السمانه اللي كانت عنده، وهو كان موجود بالمناسبه في زيمبابوي مع الفريق علشان كان بيعمل بعض التدريبات التأهيلية. خلاص انتهى من هذه التدريبات بعد الانتهاء كمان من العلاج من الإصابة، وأصبح لائق المشاركة في التدريبات الجماعية، وده اللي حصل النهاردة بالتحديد. بيشترك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي جدا مع زمايله حراس النادي الأهلي. مستر فايلر كمان مهتم جدا بموضوع المصابين، بيتسلم تقريرا عن المصابين، واحنا عندنا عدد في الحقيقة من الإصابات موجود في النادي الأهلي، والراجل عايز يعرف مين اللي ممكن يبقى معاه الفترة اللي جاية، مين اللي هيقدر يستخدمه وهيستعين بيه في المباريات او مختلف المباريات سواء محليا او افريقيا، عشان تبقى خطته كلها يعني قدامه بالشكل الانسب. فبالتالي بيعرف موقف كل لاعب من المصابين من خلال طبعا الدكتور خالد محمود، ومن خلال تقرير طبي شامل عن حاله كل لاعب فيهم. احنا عندنا رمضان صبحي، حسين الشحات، حمدي فتحي، سعد سمير، محمد محمود، يعني حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود لسه قدامهم شويه. عندك شريف اكرامي خلاص رجع، محمود وحيدي على وشك، كريم نيدفيد لسه، بجانب طبعا وليد سليمان وقفشه واليو ديا بعد مباراه بلاتينيوم. لكن يعني المعظم طبعا من الاسماء دي معظم ان شاء الله هيكون لائق للمشاركه سواء في مباراه بكره او بدايه من مباراه المقاولين العرب باذن الله تعالى، فيما عدا رمضان صبحي باذن الله هيبقى فيه محاولات كبيره جدا وعلى حسب تطور حالته. ده امر مهم جدا ان هو ان شاء الله يلحق مباراه النجم الساحلي. لو حالته بتتطور بشكل ايجابي، العضله بتلتئم بالشكل المطلوب، بنسبه كبيره ممكن يكون موجود في هذه المباراه. الاهم طبعا ان اللاعب يكون سليم 100%، وده اللي اكيد بيحرص عليه كل الجهاز الفني في النادي الاهلي. مستر فايلر كمان اجتمع مع جهازه المعاون عشان يحدد خطه الفتره المقبله، وبالتحديد بدايه من مباراه الغد وبعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه طنطا والبرامج التدريبيه الخاصه بالفريق على مدار الفتره اللي جايه، لان انت عندك ثلاث مباريات او اربع مباريات ورا بعض هنا في القاهره، بدايه من طنطا مرورا بالمقاولين والنجم الساحلي، بعديهم انبي، وبعد كده تلعب ايه؟ الهلال باذن الله تعالى في السودان. طيب فيما يتعلق كمان بالشحات ومحمود وحيد، بيطمئن الجهاز الفني عليهم بشكل اكبر. انا عايز يعني اوضح الصوره بشكل اكبر لحضراتكم من خلال المداخله الهامه جدا مع زميلنا العزيز ادهم ندهم مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الامور وكواليس تدريبات اليوم. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، ايه الجديد عندك؟ طمنا.
النهارده نقدر نقول العنوان هو يوم في حب ودعم ومسانده النادي الاهلي. النهارده كان موجود في التمرين النجم دفاع النادي الاهلي سعد سمير، تمام، مصاب طبعا. النهارده جه يدعم زملائه لا سيما وان النادي الاهلي مقبل على مباريات هامه طنطا والمباراه الهامه مع النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا، وقد ايه اللقطه دي كانت مفيده وجميله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، دعم ومسانده ومؤازره. ولان النادي الاهلي محتاج كل لعيبته سواء اللعيبه الاساسيه المشاركه او اللعيبه المصابين يتالفوا ويبقوا وحده واحده مع المباريات الهامه المقبل عليها النادي الاهلي. كويس. المشهد الثاني هو حابب ان انا اطمن جماهير النادي الاهلي على الثلاثي المهم جدا طبعا، الكابيتانو حسام عاشور وحسين الشحات ومحمود وحيد، جاهزيه فنيه وبدنيه عاليه جدا، ادوا مران اكثر من رائع. بيشاركوا في التدريبات الجماعيه يا ادهم، تمام كده، هم في التدريبات الجماعيه الثلاثه، حسام عاشور وحسين الشحات ومحمود وحيد. بالظبط كده. اذا هم جاهزين لمباراه الغد ان شاء الله. تمام، كويس، حلو قوي. فيما يتعلق بقفشه، بقفشه النهارده برضو كان موجود في التمرين النهارده وبطمن جماهير النادي الاهلي عليه. قفشه موجود. موجود. تمام. شريف اكرامي كذلك طبعا في التدريبات الجماعيه. شريف اكرامي موجود، ورمضان صبحي النهارده قال برضه بطمن جماهير النادي الاهلي العوده ان شاء الله هتكون سريعه خطوه بخطوه، كان النهارده في جري خفيف حوالين الملعب. كويس. ولكن ملاحظ ان في جاهزيه فنيه بتيجي مع الوقت، وبطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله عوده نجمنا رمضان صبحي هتكون عوده قريبه جدا. طيب فيما يتعلق باليو ديانج، هو طبعا موقوف عن مباراه الغد، مش مسموح له ان هو يشارك، لكن عايز اطمن على اصابته، هل اليو ديانج اخباره ايه، جاهز ولا مش جاهز؟ لا، اليو ديانج النهارده كان في التمرين النهارده موجود وادى تدريبات خفيفه بالكره النهارده، كان موجود مع اللاعبين بس يعني الجهاز الفني ما كانش حابب ان هو يزود الحمل عليه تدريبات لان هو مش في حسابات مباراه الغد يعني. بالظبط. لكن حالته مطمئنه. نعم، حالته مطمئنه يا ادهم. حالته مطمئنه جدا. كويس كويس، يعني ممكن يكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي بدايه مباراه المقاولين باذن الله تعالى. فيما يتعلق بوليد سليمان، فيما يتعلق بوليد سليمان النهارده ما كانش موجود النهارده في التدريب، حصل على راحه، ولكن بطمن جماهير النادي الاهلي عليه ان شاء الله باذن الله هيكون موجود باذن الله في الفتره المقبله نجمنا وليد سليمان اكيد. تمام، هل في أي أمور أخرى تحب تضيفها يا آدم بخصوص مران اليوم؟ بالنسبة لريني فايلر طبعا كان في محاضرة النهاردة مهمة جدا أكد فيها ريني فايلر على إن لعيبة النادي الأهلي مسؤولة طبعا مسؤولية كبيرة أمام جماهير النادي الأهلي في استمرار نغمة الانتصارات إن شاء الله العفش منفرد على قمة الدوري العالمي إن شاء الله بإذن الله. يا أدهم أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز أدهم ندم رئيس القناة الأهلي، اللي طمنا بشكل كبير جدا على الإصابات في فريق النادي الأهلي، الأمور ماشية بشكل إيجابي إن شاء الله يكون كله في صالح الفريق خلال الفترة الجاية. قبل ما أطلع فاصل خليني أقول لحضراتكم إن تم تحديد خلاص طاقم حكام مباراة الأهلي وطنطا، محمود عاشور وهيعاونوا كل من تحسين السادات وأيمن العقاد ومحمد فاروق حكما رابعا لمباراة الغد، كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل، يلا بينا. اخبار الاهلي في المواقع ايه نشوفها، يلا بينا. او في الصحف. الجمهوريه، التجديد والصفقات والملعب، الاهلي يحسم الاولويات مبكرا. الاخبار، الاهلي يتحدى الظروف الصعبه، عوده الفريق من زيمبابوي واجتماع مرتقب بين الخطيب وفايلر. المصري اليوم، صالح جمعة يرفض الانضمام للإسماعيلي، رمضان صبحي يقترب من المشاركة أمام النجم الساحلي ومارسيلو يبحث عن عرض سعودي. الأخبار المسائي، ملفات الميركاتو، الأهلي يسابق الزمن للإعلان عن الصفقات المنتظرة ويحدد الراحلين. الوطن، الأهلي يستعيد الشحات وسليمان لمواجهة طنطا، عبد الحفيظ يخطر جيرالدو بالرحيل وصالح والسيد يقتربان من المغادرة ومحسن ينهي ترتيبات الانتقال لسموحة. اليوم السابع، صالح جمعة يرفض الانتقال للإسماعيلي، فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع المهاجم الجديد وتحذيرات قبل مواجهة طنطا. الشروق،
فايلر يطلب حسم الصفقة الهجومية قبل مواجهة النجم الساحلي. إليكي الخيار الأول والجنبي سوي البديل، ومجلس الإدارة يطلب زيادة الجماهير إفريقيا. المثل علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري في الأهلي. فايلر حيران يطيح بأزارو أم جيرالدو من أجل اللاعب الجنبي. عودة عاشور وحيد للتدريب قبل لقاء طنطا وراحة للأساسيين. الدستور غياب رمضان والشحات وديانج، والسويسري يرفض رحيل أجايي. الأهلي يستعد لموقعة طنطا، وفايلر يتهم الإدارة بالبخل. طيب بدايه دي اخبار الاهلي في الصحف مش في المواقع، لسه هنروح على المواقع بعد كده، لكن في الحقيقه كلها اخبار او معظمها، مش عايزين نجمع يعني، معظمها اخبار غريبه شويه. هنحاول نعلق مع حضراتكم بقدر المستطاع عشان نوضح لحضراتكم بعض الامور. نبتدي بالجمهوريه واللي بتتكلم في ثلاث ملفات: ملف التجديد، ملف الصفقات، وملف الملعب. الاهلي يحسم الاولويات مبكرا على اساس ان الثلاثه دول طبعا اولويات بكل تاكيد. عندك موضوع التجديد الرباعي: شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، واحمد فتحي. الكلام ده يعني اتكلمنا فيه كتير جدا قبل كده، لكن لازم نوضح لحضراتكم اول باول. خلال الفتره الجايه باذن الله هيكون في حسم الملف ده باذن الله تعالى. التوقيت امتى ما عنديش معلومه، يعني التوقيت ده خاص بالمسؤولين في النادي الاهلي، لكن هيتم الحسم. طبعا هيتم الحسم. موضوع التجديد ده عندك اربعه ممتازين واربعه خبرات مطلوبه جدا في الفريق، يعني خبراتهم. موضوع الصفقات هو مش صفقات، هي صفقه واحده، صفقة اللي هتيجي وهتنضم للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية، الاعلان عنها هيكون لاحقا على مدار الشهر. ممكن البعض يقول لك يا ريت يبقى الاعلان قبل مباراة النجم الساحلي، يا ريت الاعلان يكون اللاعب يكون مميز عشان يلعب مباراة النجم الساحلي. يا جماعة دي مفاوضات، يعني ممكن مفاوضات تنجح وتخلص قبل ماتش النجم الساحلي، ممكن تخلص بكرة، ممكن تخلص بعده، ممكن تخلص كمان اسبوع اسبوعين، دي حسب سير المفاوضات وحسب اللاعب اللي انت بترغب في التعاقد معاه، الامور وصلت لحد فين، بنسبة كام في المية ممكن يخلص قبل ماتش النجم الساحلي بعده كلام من ده. جه قبل ماتش النجم الساحلي اهلا وسهلا، جه بعد ماتش النجم الساحلي برضه اهلا وسهلا. الموضوع او مباراة النجم الساحلي مش واقفه على اللعيب اللي هيجي، مش اللعيب ده هو اللي هيجيب الجونين ثلاثة هيخلونا نكسب يعني. هو نتمنى ان هو يكون كده واضافة ويجيب اجوان من اول ماتش وكلام من ده، رغم ان ده بعض الاحيان مش بيبقى منطقي قوي، لكن في نفس الوقت احنا ما نحاولش نقلل بس من لعيبتنا. احنا عندنا لاعبين ممتازين في فريق النادي الاهلي، قائمه ممتازه. اللاعب اللي هيجي هو بس مجرد اضافه ليهم عشان ان شاء الله باذن الله ينجحوا في المطلوب منهم خلال الفتره اللي جايه. ملف الثالث ملف الملعب، وفيما يتعلق باعداد العقود النهائيه الخاصه بمشروعات الوحده الاقتصاديه مع شركه السادات، والكلام ده خلاص بيحسم يعني خلال يعني ساعات او ايام كده. فموضوع الملعب ايضا محسوم، مفيش مشاكل خالص. نروح لفين؟ تعالوا نروح للمصري اليوم. الكلام على صالح جمعه انه بيرفض الانضمام للاسماعيلي. هل صالح عنده عروض؟ اكيد لعيب في النادي الاهلي وبامكانيات صالح اكيد هيجي له عروض، وخصوصا انه الفتره اللي فاتت ما بيشاركش مع النادي الاهلي. هل في قرار بالموافقه على رحيل صالح؟ مفيش اي قرار معلن بموافقه على رحيل صالح جمعه خالص. لعيب لغايه دلوقتي، لغايه وانا بكلم حضراتكم، موجود في قائمه النادي الاهلي. ممكن تتفاجئ، وبالنسبه للقائمه بتاعه الفريق ماتش بكره هتطلع، ممكن تتفاجئ ان صالح جمعه في قائمه ماتش بكره، زي ما كان الكلام كده فتره من فترات. قال لك اصل جيرالدو هيمشي، جيرالدو الماتش الاخير بيلعب اساسي، قبليه كان ازارو هيمشي لاعب اساسي. ما تعرفش الامور هتمشي ازاي طبقا للظروف اللي انت بتمر بيها على مدار الفتره اللي جايه يعني. موضوع ان صالح يرفض الانضمام الاسماعيلي ده هو حقه يرفض او يوافق، ده كلام يخصه، لكن قرار في الاخر بيبقى للنادي الاهلي بخصوص بقائه او رحيله. العروض بقى هو ده يبقى يقرر بعد كده، لكن لسه مفيش حسم يعني في الموضوع ده. رمضان صبحي يقترب من المشاركه امام النجم الساحلي، وفعلا يعني نسب كبيره باذن الله ان هو يلحق هذه المباراه. مارسيلو يبحث عن عرض سعودي، حسين السيد عارفين ان هو يعني مش موجود خلال الفتره اللي فاتت في المباريات، ممكن بالمناسبه برده في ظل راحه بعض العناصر في النادي الاهلي ممكن يكون علي معلول هيريح. عندك ايمن اشرف ممكن تريحه يعني، حتى لو ما لعبش مساك ممكن تلعبه باك ليفت، فممكن في الغالب تريح ايمن اشرف كمان، فممكن تلجا لحسين سيد لانه قايد معاك في قائمه محليه. هنعرف الكلام ده خلال ساعه من دلوقتي تقريبا يعني لما تخرج قائمه النادي الاهلي. لكن في ظل عدم ظهور حسين سيد خلال الفتره الجايه، طبيعي اي لعيب ما بيلعبش ممكن يكون بيفكر في لو جاله عرض في السعوديه بقى في اي دوله او في مصر حتى ممكن يوافق، بس في الغالب هيبقى على سبيل الاعاره بالنسبه لحسين سيد لانه لعيب مميز جدا يعني. فده فيما يتعلق به خبر المصري اليوم. نروح للأخبار المسائي والكلام برضو على ملفات الميركاتو. الأهلي يسابق الزمن للإعلان عن الصفقة المنتظرة ويحدد الراحلين.
نفس الكلام يعني، الصفقة المنتظرة هيتم الإعلان عنها خلال أيام بإذن الله، يعني على أيام مدار أيام الشهر ده يعني. والأهلي بيسابق الزمن أو يعني الموضوع متعلق بالمفاوضات زي ما شرحت لحضراتكم بالتفاصيل يعني. وقت ما تخلص الصفقة أهلا وسهلا بيها. موضوع تحديد الراحلين غير معلن أسماء الراحلين عن النادي الأهلي. وبالمناسبة يا جماعة، لأن البعض بيطرح أسماء كتيرة جدا هتمشي عن النادي الأهلي، أنت مرتبط بأكتر من مسابقة، ممكن معظم الاسماء اللي بتتقال ان دول هيطلعوا سواء اعاره او بيع من النادي الاهلي، ممكن تلاقي معظمهم مكمل مع النادي الاهلي لان هم مقيدين، في بعضهم مقيد افريقيا كمان ممكن تلجا له فتره من الفترات يعني. فمش كل الاسماء اللي حضراتكم بتقروها في المواقع وفي الجرايد ان هم هيمشوا يبقى خلاص هيمشوا، لا خالص، لسه الموضوع يعني ممكن يكون يتحسم بعض الاسماء، وممكن في الاخر تتمسك بالاسماء اللي انت حسمت راحلها، لان زي ما بقول لحضراتكم انت بتمر سواء ظرف اصابات، ظرف ضغط مباريات، كلام من ده، ف هتتعامل مع الامور دي، فبالتالي تلجا للاخر ان ما حدش فيهم يمشي او واحد بس اللي يمشي، عشان مثلا انت هتجيب لعيب تضمه فلازم يبقى في استبدال، هي دي الجزئيه الوحيده يعني المنطقيه شويه، لكن عدد كبير لا مش شرط يعني. نروح للوطن، والوطن بتتكلم في بعض الامور بقى اللي ايه لازم ندوس فيها شويه مع حضراتكم يعني. الاهلي يستعيد الشحات وسليمان لمواجهه طنطا، دي النسب الاكبر. لا سليمان بعيد زي ما قال لنا ادهم ندى ان هو النهارده ما جاش، يبقى اذا هو مش هيكون متواجد في المباراه بكره. لكن الشحات بنسبه كبيره ممكن يكون متواجد، الا لو في وجهه نظر فنيه باراحه اللاعب او اعطائه مزيد من الوقت عشان يكون جاهز بشكل اكبر لما بعد مباراه طنطا مقاولين هو النجم الساحلي. قال لك ايه بقى؟ عبد الحفيظ يخطر جيرالدو بالرحيل. ما حصلش. ازاي هيخطر جيرالدو؟ جيرالدو اصلا لاعب اخر ماتش اساسي، حاجه يعني حاجه غريبه جدا بصراحه. يخطر جيرالدو يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ان هو قال لجيرالدو ان هو هيمشي؟ مش منطقي خالص الكلام ده خالص. لكن ممكن في الاخر تلاقي جيرالدو من لاعب ممكن يمشي بعد كده. انا مش بقول كده ان جيرالدو مش هيمشي او هيقعد، ده الكلام القرار او القرارات اللي بتبقى زي دي بتبقى جوه الغرف المغلقه في النادي الاهلي الخاصه بالجهاز الفني وكلام من ده، جهاز الكوره. لكن قرار نهائي برحيل جيرالدو وان الكابتن سعد عبد الحفيظ اختاره، لا الكلام ده غير حقيقي يا جماعه، والاخبار دي لوحدها بتعمل ازمات بالنسبه للاعبين. لاعب انت بتحتاج له بيلعب معاك خلال المباراه الاخيره كاساسي، لما يقرا خبر زي ده او يعرف او حد يقول له، طبعا هو ما بيقراش عربي، حد يقول له تاثر، فبالتالي الفريق نفسه هيتاثر وممكن يكون المدير الفني محتاج له خلال الفتره اللي جايه. فلسه مفيش حسم في الامور دي خالص حتى الان. لما تيجي الصفقه الجديده، بمجرد ما تجيب صفقه جديده لو هي لاعب اجنبي تمام، هتعرف بقى مين اللي هيمشي على حساب اللاعب الاجنبي. صلاح والسيد يقتربان من المغادره منطقيا شويه حسب ظروفهم خلال الفتره اللي فاتت، وبرضه في انتظار القرار النهائي من الجهاز الفني. محسن كمان ده كله مشي بقى، محسن ينهي ترتيبات الانتقال لسموحه. سموحه مهتمين بصلاح محسن وسموحه بس اكتر من نادي، لكن لغايه دلوقتي الاهلي ما اداش الضوء الاخضر لصلاح ان انت خلاص تتفاوض مع اللي انت عايزه، ما قالوش كده يعني، ما قالوش انت بره النادي الاهلي مش هتطلع سواء اعاره او بيع، مفيش الكلام ده لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها. الجديد هيبان خلال الفتره اللي جايه، لكن انا دايما حريص في كلامي وانا بتكلم مع حضراتكم ان انا اقول الحاجات الرسميه. لو في حاجه منطقيه بنقول لحضراتكم الجزء ده ممكن يكون منطقي في انتظار قرار النهائي من النادي الاهلي بس، لكن رسميا كل الكلام ده غير حقيقي بالمره يعني. لكن في بعض اللاعبين عندهم عروض طبعا، صلاح محسن عنده عروض، صالح جمعه عنده عروض، حسين السيد اكيد عنده عروض، ده طبيعي جدا يعني. نروح لفين؟ خلصنا الوطن، تعالوا نروح لليوم السابع. واليوم السابع بتتكلم على ان صالح جمعه برضه يرفض الانتقال للاسماعيلي، واضح كده ان في حد من المقربين من صالح جمعه او حد من المقربين من نادي الاسماعيلي او حد في مجلس اداره نادي الاسماعيلي قال ان هو تفاوض مع صالح وصالح رفض ان هو يروح الاسماعيلي. لكن في العموم خلينا ننتظر نشوف الفتره الجايه هل صلاح هيكمل في النادي الاهلي ولا مش هيكمل، ده قرار جهاز فني هو الادرى يعني بقرار. فايلر يمنح الضوء الاخضر للتعاقد مع المهاجم الجديد، معروف يعني اكيد في قرار نهائي بالتعاقد مع اللاعب الجديد، ممكن قصدهم في التشاور يعني، كان في تشاور على اسماء ممكن يكون خلاص تم الاستقرار على لعيب معين بيتم التفاوض معه حاليا. تحذيرات قبل مواجهه طنطا طبعا تحذيرات مهمه، وكيفيه الفوز باذن الله في هذه المباراه خصوصا بعد المباراه الاخيره امام بلاتينيوم، طبعا دي بطوله ودي بطوله ولاعيبه النادي الاهلي بيعرفوا يوصلوا كويس جدا، لكن مهم قوي. انت تعادلت بره ارضك، النتيجه مش وحشه مش وحشه، لكن كانت لازم تبقى احسن من كده بصراحه، لكن في نفس الوقت لازم تكسب على طول الماتش اللي بعديه، ماتش زي طنطا وترجع الانتصارات، انت كده كده ماشي محليا بشكل كويس جدا، لكن العوده للانتصارات بعد تعادل الاخير او لا قدر الله كانت هزيمه لا بيبقى امر مهم. عدم الاستمرار في التذبذب او الاستمرار في تذبذب النتائج ده ممكن ياثر عليك فيما بعد يعني، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يرجع في مباراه بكره بفوز مهم جدا على طنطا عشان المراحل المقبله يعني. نروح للشروق، و فايلر يطلب حسم الصفقة الهجومية قبل مواجهة
النجم الساحلي. واحنا اتكلمنا خلاص بقى في الموضوع ده بتفاصيل، ويا جماعه كلها امور تفاوضيه في بعض البنود في العقود وكلام من ده اللي بيتم المناقشه فيها. التفاوض بياخد فتره كبيره مش بياخد فتره صغيره، والاهلي دايما بيتريث في قراراته واختياراته عشان باذن الله يكون اختيار ناجح زي ما حصل كده مع مستر فايلر. يعني هنشوف امتى ان شاء الله الاهلي هيعلن. الليك الخيار الاول الجامبي سوي البديل، ومجلس الاداره يطلب زياده الجماهير افريقيا. خلاص موضوع الليك وسوي ده احنا مش عايزين نتكلم فيه بقى لان اتكلمنا فيه خلاص، لكن فيما يتعلق بزياده الجماهير افريقيا اكيد في محاولات من مجلس اداره النادي الاهلي، اولا بتسهيل دخول الجماهير للمدرجات، ثانيا ان امكن زياده عدد الجماهير هيكون امر مهم جدا ومطلوب خلال الفتره الجايه بالتحديد في مباراه النجم الساحلي، واكيد النادي الاهلي محتاج لكل فرد من جماهيره خلال الفتره اللي جايه وعلى مدار الفترات كلها في الحياه، لان الجمهور دايما بيبقى هو العنصر الفعال دايما في اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى النجاح في هذا الملف ان شاء الله باذن الله تعالى. نروح للمسا برضو الكلام، يعني نفس الكلام اللي علي سو مهاجم سيسكا البرتغالي في الاهلي. خلاص هم كده يعني ايه بيعلنوا اهو، المسا اعلنت، المسا بيقول لك ايه علي سوي هو مهاجم سيسكا البرتغالي في الاهلي. مش عارف هو المسا صوت رسمي للنادي الاهلي، مع احترامنا طبعا للجريده والصحفي اللي كاتب الخبر ده، مش عارف يمكن احنا ما عندناش معلومه. طبعا مفيش كلام ده لحد دلوقتي. يعني فايلر حيران يطيح بازارو ام جيرالدو من اجل اللاعب الجنبي، ده قرار مدير فني في الاخر لما نخلص، بس مش هما كمان يعني بيحسموا بشكل اكبر ان هو اللاعب ده اللي جاي، يعني فاللي هيمشي على حساب اللاعب ده مين هنشوف يعني، لكن مش هو اللي جاي لحد دلوقتي. الكلام مش حقيقي اللي مكتوب في جريده المسا. حيره فايلر دي هو بقى ادرى بيها، هو يختار مين يقعد ومين يمشي حسب خططه وتفكيره يعني. طيب نروح لاخر خبر بقى، تعالى لي بقى في خبر الدستور ده. ماشي يلا يلا. غياب رمضان والشحات وديانج، والسويسري يرفض رحيل أجي. موضوع رمضان والشحات وديانج، الشحات يعني هنشوف خلال القائمة هل هيبقى موجود ولا لا، ديانج كده كده موقوف، رمضان كده كده الإصابة لسه شوية، لكن موضوع أجي ده واحنا اتكلمنا فيه امبارح، ويعني مش عايز بقى يعني نقول اسم المجلة ولا اسم الكلام من ده، لأن هم الناس عايزين يعملوا شو أو الناس عايزين يعني يبينوا نفسهم إن هم يعني بيقولوا حاجة مختلفة عن الناس كلها، فبيقولوا حاجة غير منطقية. لعيب بيلعب أساسي مع فايلر من أول ما جه، بيقول لك مفاجأة أجاي أول راحلين على النادي الأهلي. يا راجل أنت، أجاي مكمل طبعا، وفي نفس الوقت بيقول لك إن ممكن يكون ده طبقا بقى لجريدة الدستور، يعني لما قريت المتن بيقول لك أصل أجاي جاله عرض من تركيا وعرض من السعودية، وارد إن أي لعيب يجي له عرض في النادي الأهلي، لكن طبعا في تمسك كبير جدا بجونيور أجاي ومكمل مع النادي الأهلي، أمر محسوم يعني. الأهلي يستعد لموقعة طنطا، حلو. وفايلر يتهم الإدارة بالبخل. طب يعني نقول إيه يا جماعة؟ مع احترامنا طبعا لصديقي، هو صديقي كمان العزيز اللي كتب الخبر ده، بخل مين وبتاع ايه؟ طب هل حضرتك اتكلمت مع فايلر؟ هل حضرتك بتجيد اللغه الفرنسيه عشان فايلر يعني يقول لك سر زي ده مثلا؟ هل فايلر اصلا بيتكلم يا جماعه مع حد؟ يعني الراجل بيتكلم في المؤتمرات الصحفيه بالعافيه، ده بتاخد منه تصريح بيبقى بالعافيه، وذكي جدا في تصريحاته، لكن لازم يا جماعه نحترم عقليه القارئ يعني. طبعا دي جريده يعني لازم نحترم عقليه القارئ يعني. كلام غير منطقي اطلاقا اطلاقا، بخل ايه وبتاع ايه؟ طب هل حضرتك معاك اي تسجيل بكلام فايلر عن الموضوع ده ان هو بيتهم الاداره بالبخل؟ حاجه غريبه، التصريحات ليس لها اي اساس من الصحه يعني، ما مستحيل يا راجل، ده لو حتى فايلر عايز يقول كده عمره ما هيطلع يقول كده، يا عمره ما هيقول كده. ليه بنختلق اخبار ونقول كلام غير منطقي؟ هو ممكن يكون يعني صحفي صديقنا العزيز بيستنتج ايه؟ بيستنتج ان اصل كان في مفاوضات مثلا مع فلان الفلاني وفلان الفلاني، والاهلي مثلا وصل ليميت معين من فلوس، وبعد كده الصفقه باظت عشان الموضوع ده، كان النادي بتاعه عايز فلوس اكتر، ممكن يكون استنتاج. لكن اتهام رسمي من فايلر، لا ده كلام غير حقيقي يعني، كلام مش منطقي خالص، ما ينفعش يعني. ماشي، انا مش عارف هو قابل فايلر فين بصراحه. اخبار الاهلي في المواقع عين نشوفها يلا. الفجر الرياضي، مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي. بطولات، رئيس ستيوا بوخارست أتمنى إتمام انتقال نويري إلى الأهلي اليوم، ويكشف اللاعب الوكلاء بشأن تكاليف الصفقة. الكابتن فايلر يحسم موقفه من رحيل أجيه. مبتدأ،
بعرض مالي كبير صلاح محسن يقترب من سموحه. الفجر الرياضي بيتكلم عن المهاجم السنغالي اللي ممكن يكون في دائرة ترشيحات الأهلي للتعاقد معاه، وهو مهاجم اسمه أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي. وأسماء كتير زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، أسماء كتير جدا مطروحة، وأسماء كتير جدا الناس بتقول الأهلي خلاص اقترب من التعاقد معاهم. لما تلاقي خبر يقول لك اللعيب الفلاني وخبر تاني يقول لك لعيب مختلف عنه، يبقى اعرف ان السريه موجوده وان النادي الاهلي بيشتغل صح والامور ماشيه بالشكل الجيد. يعني الناس بتربط كده بصوره مثلا يكون نزلها مسؤول تعاقدات او كلام من ده، ماشي يعني هيعملوا ايه؟ طيب صوره بره مصر وكلام هيعملوا ايه؟ ما لازم هيتكلموا، لكن في كل الاحوال هنشوف الفتره الجايه الاهلي هيعلن عن مين. يعني موقع بطولات الكلام برضو، رئيس استوى بوخارست اسمه جي جي بيكالي بيقول أتمنى إتمام انتقال نويري إلى الأهلي اليوم ويكشف ألاعيب الوكلاء بشأن تكاليف الصفقة. طيب أنا هقول حركة ولا حاجة، يعني أنت ممكن دلوقتي تيجي تقولي إيه أصل رئيس النادي نفسه هو بيقول، يا عم هو بيقول أهو إن الراجل ده الأهلي بيتفاوض معاه. يا جماعة أوكي أوكي مفيش مشكلة، الأهلي ممكن يكون حاطط كذا اسم بيمشي في كذا اتجاه. عندي اسم رقم واحد بفتح باب التفاوض معاه، اسم رقم اتنين بفتح باب التفاوض معاه، اسم رقم تلاتة بفتح باب التفاوض معاه. تمام، الأولوية دايما بتبقى لرقم واحد، لو نجح رقم واحد خلاص البيبان التانية دي بتتقفل. ما نجحش رقم واحد هشوف رقم اتنين، ما نجحش رقم اتنين هشوف رقم تلاتة، بس لازم أكون فاتح خطوط مع الأسماء اللي أنا عايزها. تمام، في الآخر هشوف إيه اللي هيناسبني وهبقى مركز مع الاختيار رقم واحد وهحاول أنجح في التعاقد معاه طبقا لسياسة النادي واستراتيجيته وطلبات المدير الفني والكلام من ده. فده أمر بيبقى طبيعي، ممكن تتفاوض مع اكتر من ثلاثة كمان، لكن في الاخر بيبقى ليك هدف رئيسي بتشتغل عليه بس. فمش شرط خالص يكون هو ده اللاعب اللي جاي النادي الاهلي. يعني هو الراجل رئيس النادي بيقول ان ايه، ان كان في تواصل وان كان مش عارف في ايه وكلام، وكلام فجاه وقف وكلام، هنشوف الفتره اللي جايه. موقع الكابتن، وبرده فايلر يحسم مصير او يحسم موقفه من رحيل اجاي. اجاي مكمل يا جماعه في النادي الاهلي، مكمل في النادي الاهلي. موقع مبتدا، عرض مالي كبير صلاح محسن يقترب من سموحه، وبيقولوا يعني ان تم عرض مبلغ مالي على صلاح محسن كبير جدا عشان في الانتقال لسموحه، لكن في الاخر القرار زي ما هو في ايد صلاح محسن، لكن هو في الاول وفي الاخر بيبقى في ايد النادي الاهلي. لو الاهلي محتاج للاعب خلال الفتره اللي جايه هيقعد، هيبقى موجود، واكيد اللاعب هيبقى حابب كده، مين ما يتمناش ان هو يكمل في النادي الاهلي حتى لو ما بيشاركش خلال الفتره اللي فاتت، لكن لو جات له فرصه اكيد هيمسك فيها بايده واسنانه. ولاعيب بامكانيات صلاح محسن لعيب كويس طبعا، طبعا لعيب كويس وصغير في السن وسريع ومهاراته وكل حاجه، لكن الاهم الفرصه لما تيجي لصلاح ان شاء الله يمسك فيها بايده وسنانه، يعني ما يهزرش. لو الاهلي قرر ان هو يطلع اعاره خلاص مفيش مشكله، يشوف النادي الانسب له ايه ومن خلال التفاوض مع النادي الاهلي وهيبقى القرار موجود. يعني دي اخبار الاهلي في المواقع، الاخبار المحليه والعالميه نشوف. بوابه الوقت، اتحاد الكره يواجه صعوبات في ايقاف الدوري بسبب المنتخب الوطني. يلا كوره، البدري يطلب حجز تذاكر سفر الى لندن لحضور مباريات المحترفين. سوبر كوره، فيفا يضع شروط جديده في لائحه الجبليه، تعرف على التفاصيل. اوكي، اليوم السابع، اتحاد الكرة قمة الأهلي والزمالك 24 فبراير داخل مصر والسوبر بالإمارات. الوطن سبورت، انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب إقامة قمة الدوري في الإمارات. في الجول، تقرير إمارات، حفل فني يسبق قمة الأهلي والزمالك في السوبر. سوبر كرة، اتحاد الكرة يناقش مع الأمن زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري وكأس مصر. اليوم السابع، غياب جهاد جريشة والبنا وأبو الرجال عن تدريبات تقنية الفار. البوابة سبورت، اتحاد الكرة يطالب الغندور بتصحيح مسار التحكيم. موقع الكابتن، مصدر بالجبلاية يكشف حقيقة زيادة مقاعد المرأة في الانتخابات المقبلة. بوابة الشروق، الاتحاد الجزائري يؤكد إقامة كأس أمم إفريقيا المقبلة في الشتاء.
موقع بطولات، أسطورة تشيلسي صلاح وماني لا يستطيعان القيام بما فعلوا فيرمينو أمام توتنهام. أس عربي، قرعة كأس ملك إسبانيا تعرف على منافسي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو. موقع كورة، فالفيردي يوجه رسالة الوداع. طيب أخبار محلية وعالمية كتير، بس أنا عايز أبتدي ببوابة الوفد واللي بتتكلم عن اتحاد الكرة يواجه صعوبات في إيقاف الدوري بسبب المنتخب الوطني. احنا عارفين زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت كلها ان كان في طلب من الكابتن حسام بدري ان في شهر يناير وفبراير يبقى في 3 ايام معسكر للمنتخب الوطني الاول، فطبعا كان في صعوبات في الموضوع ده وصعوبات واضحه لحد دلوقتي بسبب ضغط المباريات بالتحديد للانديه الكبيره مثل الاهلي والزمالك بيراميدز ومصري والانديه اللي بتشارك في البطولات العربيه سواء كان الاسماعيلي والاتحاد وكلام من ده، تمام؟ فمش منطقي خالص وصعب جدا، وده اللي تم رفضه، وتم رفض طلب الكابتن حسام البدري بان يكون في معسكرين لمنتخب مصر بالتحديد في شهر يناير وشهر فبراير قبل المعسكر الاخير اللي هيتخلله مباراتي تصفيات كاس العالم بعد القرعه اللي هتتعمل مع نهايه هذا الشهر الجاري يعني. فخلاص يعني الموضوع فيه صعوبات كبيره ومش هيبقى فيه اي معسكرات. وثلاث ايام انا بصراحه شايف ثلاث ايام ده يعني ايه اللي هيحصل في ثلاث ايام معسكر؟ يعني هو كابتن حسام بدري معذور برضو بصراحه عايز يقرب قوي للاعبين وكلام ده، بس ثلاث ايام مش هتبقى كافيه سواء في شهر يناير او في شهر فبراير، يعني لازم معسكر يبقى كبير، وصعب ان يبقى في معسكر كبير في ظل طبعا ضغط مباريات الدوري بسبب التاجيلات اللي كانت قبل كده والقرارات اللي كانت غير موفقه من الاتحاد المصري لكره القدم. نروح على الخبر اللي بعده. يلا كوره. والخبر ده بالنسبه لي بصراحه غريب شويه بصراحه، يعني بيقول لك البدري يطلب حجز تذاكر سفر الى لندن لحضور مباريات المحترفين. ما هو يعني انجلترا، هيروح انجلترا يحضر مباريات المحترفين، مين المحترفين اللي محتاج الكابتن حسام البدري يتفرج عليهم في انجلترا؟ طيب احنا عندنا مين هناك؟ عندنا محمد صلاح. محمد صلاح محتاج حد يتابعه؟ مش عارف. تريزيجيه، هل تريزيجيه حد محتاج يتابعه؟ مش عارف برضه. محمدي ممكن عشان يتابع محمدي، محمدي يعني معروف تاريخه وطريقه لعبه وكلام من ده، اسلوب لعبه، وكان قدام كابتن حسام بدري خلال المعسكرين فاتوا ان هو يضمه، ما ضمهوش. في احمد حجازي، هل احمد حجازي يعني لو مستواه وحش شويه مش هنجيبه منتخب؟ هنجيبه، احنا عندنا ازمه في الدفاع نسبيا يعني، يعني لازم يبقى حجازي موجود وكلام من ده. الا اذا بقى كابتن حسام بدري مثلا عايز يتابع مين؟ ساب مرسي كابتن فريق ويجن في الشامبيونشيب مثلا، يعني بيلعب مع حجازي في الشامبيونشيب. ممكن عايز يتابع مثلا ايه؟ ادم العبد، فاكرين ادم العبد؟ كان بيلعب مع منتخب مصر فتره من الفترات، ده لعيب عنده 34 سنه دلوقتي بيلعب في الدرجه الثالثه الانجليزيه كمان مش في الشامبيونشيب يعني. فانا مستغرب شويه من سفر كابتن حسام بدري، مش عارف، لكن هو ادرى طبعا، هو مدير فني وهو ادرى يعني. لكن هي حاجه غريبه. سوبر كور، فيفا يضع شروط جديده في لائحه الجماليه، تعرف على التفاصيل يعني فيما يتعلق هم بيتكلموا مثلا ايه؟ ان لازم يكون أعضاء الجبلية خلال الفترة الجاية لما تعمل الانتخابات شهر 8 يعني يبقى ليهم رواتب، هم مش عاجبهم موضوع العمل التطوعي ده لأن لازم يكون في رواتب وبيكون في نظام احترافي في إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم. موضوع كمان السيدات، هل هيبقى العدد كام؟ سيدة، سيدتين، ثلاثة، يعني ده طبقا لعدد أعضاء اتحاد الكورة، طبقا للبند اللي هيتم وضعه في اللائحة ويتم مناقشته والتصويت عليه بعد كده، فهنشوف يعني. اليوم السابع اتحاد الكرة بيتكلم عن ان قمه الاهلي والزمالك 24 فبراير هتكون داخل مصر، وكان الكلام كتير شويه على ان ممكن القمه بتاعت الدوري تتلعب بعد قمه السوبر اللي هتكون يوم 20 في ابو ظبي. فيعني مفيش قرار رسمي من اتحاد الكرة بالموضوع ده، ممكن تكون اقتراحات عادي مفيش اي مشكله، وانا مش يعني مش عارف يعني ممكن لو اتلعب في الامارات هيبقى بس عشان عنصر الوقت، لكن الافضل طبعا لو اتلعب في مصر لان الدوري المصري عمره ما اتلعب في اي دوله غير مصر يعني. لكن هنشوف القرار في النهايه هيكون ايه يعني. نروح للوطن سبورت، بتتكلم في نفس القصه، بتقول لك انقسام داخل اتحاد الكره بسبب اقامه قمه الدوري في الامارات، وان يعني البعض بيقول يا جماعه مفيش مشكله في المجلس او يعني في اللجنه الخماسيه يا جماعه مفيش مشكله ان القمه تتلعب في الامارات بعد قمه السوبر، بعض الاخر بيقول لك لا احنا المفروض نلعبها في استاد القاهره او حسب ما نتواصل مع الجهات الامنيه وهم يقولوا لنا الملعب ايه ويبقى الافضل ان المباراه تبقى داخل القاهره. هنعرف تفاصيل ده اكتر مع محمد مراد طبعا ضيفنا العزيز النهارده ونتكلم معاه في كل هذه الامور. عشان كده خلينا نروح لفاصل ونفتح معاه بقى ايه كل الملفات، نتكلم سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمرحله اللي جايه، المنافسه في بطوله الدوري، المنافسه في دوري ابطال افريقيا، وكمان بعض الاخبار اللي بتتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم والمنتخبات الوطنيه المختلفه، خصوصا ان هو مصدر قريب جدا من الاتحاد المصري لكره القدم. استنونا بعد فاصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد مراد.
استاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا مراد اهلا بيك. مرحب بيك يا امير، وكالعاده ببقى سعيد جدا ان انا موجود معاك. انا اسعد. وببقى سعيد وانت بتالق كده و... ربنا يخليك. تدي حافز للشباب ان هم يتالقوا في الوسط الرياضي. نورتنا حبيبي امير، والله انا سعيد بيك. ملفات كتير جدا هنتكلم فيها، خلينا نبتدي بالنادي الاهلي كده، ناخدك واحده واحده. تمام، رايك في الفتره اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي، مسيره الاهلي سواء محليا او افريقيا؟ يعني هو المشكله ان احنا هنا في مصر او في الوسط عموما، سواء بقى رياضه او مشجعين، تعودنا ان الاهلي بيكسب على طول. يعني تعودنا ان الاهلي بيكسب على طول، او حتى على الاقل بيحقق نتيجه ايجابيه. لكن وده في الكوره غلط، يعني حاجه غلط. يعني مفيش فريق بيبقى بيفوز على طول او فريق بيحقق بطولات على طول. بنشوف يعني الفرق العالميه بره، ريال مدريد ساعات بيبقى موجود، برشلونه، اي سي ميلان بقاله كام سنه مش موجود على الساحه الاوروبيه. لكن دي مشكله النادي الاهلي، ان هو عاود جماهيره على البطولات، وعاود جماهيره على الفوز، وعاود جماهيره ان هو يبقى رقم واحد على طول، مش في مصر لا، جوه مصر وبره مصر. الماتش طبعا بلاتينيوم، يعني شايف ان حصل بعض اللغط وحصل بعض الهجوم على فريق النادي الاهلي وعلى اداء النادي الاهلي، وان الفريق كان لازم يفوز هناك في امام فريق بلاتينيوم. اعتقد ان الاهلي يعني بلاتينيوم خطف اللقاء، او يعني بلاتينيوم ظهر باداء عكس كسب نقطه. بلاتينيوم كسب طبعا، كسب نقطه، ونقطه مهمه جدا، ما لهاش لازمه مع، يعني مش هتفرق معاه في مسيرته في جدول الترتيب في المجموعه. لكن هو كان بيلعب يعني النادي الاهلي، يعني احد كبار القاره في افريقيا طبعا، زي ما احنا عارفين، بيأدي امامه اداء كويس، عارف ان يعني ناس كتير بتتابع الماتش، فاللعيبه برضو بيبقى عندها حافز ان هم يظهروا في لقاء زي النادي الاهلي، بيظهروا فيه بلقاء بصوره كويسه، عروض احتراف مثلا ممكن تجيلهم بعد الماتش ده، فكانوا بيبذلوا مزيد من الجهد عكس الماتشات اللي احنا شفناها قبل كده. يعني الفريق بلاتينيوم ظهر باداء كويس جدا، كان في بعض التراخي من بعض لعيبه النادي الاهلي، مش عايز اقول استهتار، لا بعض التراخي، ده اللي تسبب ان النتيجه تخرج بالتعادل 1-1. كنا نتمنى طبعا الاهلي يكسب، يبقى متصدر المجموعه مبكرا او ويتقاسمها مع النجم دلوقتي، ويريح جماهيره قبل ماتش النجم او قبل ماتش الهلال. لكن الاهلي طبعا يعني زي ما احنا متعودين في الاوقات الصعبه بيظهر، وبيظهر بشكل كويس، ولسه قدامنا ماتشين طبعا، ماتش النجم على ارض هنا على ارضنا في استاد السلام، ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، وماتش الهلال في السودان. وبرده يعني باكد لك من دلوقتي ان شاء الله ان الاهلي لو اكتمل صفوفه، يعني الاهلي بيواجهوا ازمه كبيره جدا في الاصابات والغيابات. طبعا يعني السنه اللي فاتت والسنه دي احنا قلنا استبشرنا خير في اول الموسم، الاصابات كانت هاديه شويه، لكن في مره واحده رمضان صبحي وحسين الشحات، يعني النجوم المؤثره بتاعتك ومفاتيح اللعب بتاعتك بتتصاب مره واحده. لكن مع عودتهم ان شاء الله، يعني حسين هيشارك ان شاء الله في ماتش النجم ويبقى موجود. رمضان اعتقد لغايه دلوقتي مش هيلحق ماتش النجم، يعني ان شاء الله يبقى جاهز لماتش الهلال. يعني في نسب انه يلحق باذن الله. يعني طبعا وجود رمضان طبعا في الوقت ده، وبعض التالق اللي شفناه مع الاهلي مؤخرا، وفي بطوله افريقيا مع المنتخب الاولمبي، والتطور الطبيعي جدا، التطور الكبير جدا لرمضان، وتطور طبيعي فعلا، ان رمضان يعني من اللعيبه المميزين جدا في الكره المصريه، وكله كان بيتفائل بيهم وبيستبشر بهم خير. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه مستقبل، يعني اعتقد ان هو يعني لغايه ده مش مصيره، سواء هيكمل مع الاهلي او يرجع تاني للاحتراف. لكن طبعا يعني لسه 5 شهور، او يعني ممكن يحصل فيهم حاجات مستجدات كبيره، لكن يعني عوده رمضان وحسين الشحات هتفرق طبعا مع الاهلي الفتره الجايه. والاهلي يعني زي ما عودنا بمن حضر، يعني مع احترامي للعيبه الموجوده، الاهلي اي لعيب بيطلع يلعب يعني بيبقى حامل هم الفانيلا وحامل هم الجماهير، يعني دي يعني نقطه ايجابيه مش موجوده في اي فرقه ثانيه. ده اللي بيعمله مستر بايلر على مدار الماتشات اللي فاتت. يعني طبعا دي نقطه ايجابيه طبعا، ان هو حتى في تصريحاته يعني هو بيعتمد على كده طبعا. هو مش عايز اقول ان هو بيعتمد كده بيريح اللعيبه، لا هو بيعتمد ان هو عنده اكتر من خامه كويسه، يعني عنده اكتر من لعيب كويس، ما عنده يعني مش بيغير عشان يريح اللعيبه، لا عنده يعني مثلا في كذا مركز وليد سليمان ومحمود كهربا واحمد الشيخ وحسين الشحات ورمضان صبحي، يعني عنده 6 أو 7 نجوم كبار جدا في مراكز قريبه في الوسط الهجومي. فطبعا ان هو يغير ما بينهم، هو يعني الراجل عنده حيره، المستوى متقارب، مش عايز يعني يخلص على حد فيهم، يقعدوا مثلا يحطوه ما يلعبش خالص، عايز يدي الفرصه. طبعا جاهزة. يعني عنده يعني هو عنده بسم الله ما شاء الله عنده يعني كوكبه من اللعيبه في الخط الهجومي تحديدا. الاهلي ان شاء الله يعني عنده ماتش في الدوري ان شاء الله. يعني طب خلينا ناخدها يعني نتكلم على افريقيا مثلا الاول. شايف الاهلي قادر على الصعود باذن الله من خلال مباراتي النجم والهلال؟
ولا في قلق زياده عن اللزوم عند الجماهير؟ هو مش هو ما فيش قلق يعني، هو لكن هو ترقب بس من الاهلي يعني. انت بتلعب ماتش زي النجم وماتش صعب مش ماتش سهل يعني، فرق شمال افريقيا طبعا من الفرق الرخمه في الكوره، لكن انت الفتره الاخيره الاهلي او المنتخب الحمد لله يعني تفوقوا على النقطه دي وما عادش عندهم يعني زي زمان كنت بتبقى داخل الماتش يعني بتبقى مغلوب قبل ما تلعب الماتش. لكن الاهلي خلاص النقطه دي خلاص يعني يعني تخطى المرحله دي، والاهلي بيقدر يكسب ويقدر يفوز. وزي ما قلت لك الاهلي في الماتشات الصعبه تحديدا بيظهر، وبيظهر في يعني طوال 90 دقيقه طبعا بتترقب ان الاهلي يجيب جون في اي ثانيه. فدي طبعا عامل نقطه كويسه ونقطه ايجابيه. الماتش طبعا على ارضك ماتش صعب، لكن انت يعني ان شاء الله الجماهير تبقى موجوده ان شاء الله. واعتقد ان يعني اتمنى ان الجهات الامنيه توافق على حضور اكبر عدد من الجماهير، واستاد السلام استاد كويس وارضيته كويسه، وملعب الاهلي خلاص ملعب الاهلي النادي الاهلي الرسمي. فان شاء الله يبقى ان شاء الله يبقى اكبر عدد من الجماهير موجوده، وما قدموش حاجه ان هو يحقق الفوز، فان شاء الله يحقق الفوز. وبقول لك من دلوقتي ان شاء الله يفوز على النجم ويفوز على في السودان ان شاء الله. ان شاء الله الاهم في الاخر البطوله مش بس التاهل، كمان طبعًا للادوار المقبله. فيما يتعلق بقى ببطوله الدوري، مسيره النادي الاهلي محليا حتى الان 10 انتصارات متتاليه، بكره ان شاء الله هيلعبوا طنطا. بتشوف المسيره دي ازاي؟ وهل يعني بعض الاصوات اللي بتقول ان الاهلي خلاص اقترب من حسم بطوله الدوري، هل الكلام ده منطقي ولا لسه شويه؟ يعني هو لو هتتكلم عن الاهلي لما بيتصدر، الاهلي ما بيتصدر ما بينزلش، صعب ان هو يرجع، صعب ان هو يتراجع، ما بيبصش لحد وراه يعني. الاهلي لما بيتصدر الدوري خلاص بطريقه سالك زي ما بيقولوا يعني. الاهلي دلوقتي 30 نقطه من 10 ماتشات، عنده ماتشات صعبه الماتشات الجايه، لكن الاهلي يعني معاه فرقه تقدر تكسب في اي وقت في الدوري تحديدا يعني. لغايه دلوقتي ما شفناش فرق قوي او افضل من النادي الاهلي، لا الاهلي هو الافضل لغايه دلوقتي، سواء باب الاحتياطي او بالاساسيين او بالمدير الفني فايلر اللي بيقدم مستوى كويس جدا وبيفكر الجماهير بمستر مانويل جوزيه، والحقيقه بيحفز اللعيبه، واللعيبه عندها روح عكس مش عايز اقول المديرين الفنيين قبل كده للنادي الاهلي. لكن الاهلي فايق كرويا باستثناء مباراه بلاتينيوم طبعا الشوط الاول تحديدا. وطبعا يعني كان في اصابات كتير، كهربا ورمضان صبحي اسف وحسين شاور غيابات دي اثرت طبعا، والتغيير الاضطراري اللي بدا في اول الماتش ونزول كهربا في الشوط الثاني يعني ما كانش برضو لسه ما خدش حساسيه الماتشات الافريقيه مع الاهلي. الاهلي في الدوري يعني هو الاقرب بنسبه 90% خلاص ان هو يفوز. طبعا نسبة كبيره جدا. طبعا يعني الاهلي في الدوري يعني ما فيش اقرب منافسيه يعني، طبعا بعاد جدا عن الترتيب. بيراميدز او الزمالك يعني مش بيفقدوا نقاط، ويفقدوا نقاط سهله جدا، عكس الاهلي اللي بيحافظ على 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 النقاط 30 نقطه من 10 ماتشات. عنده لغايه دلوقتي يعني عنده القوام الاساسي اللي يقدر يجيب له البطوله، يحقق له البطوله. الغيابات زي ما قلت لك في الاول يا امير، الاهلي بمن حضر يعني، حتى لو 10 لعيبه اتصابوا لا الاهلي يعني عنده كذا لعيب ممكن يقدر ينزل ويسد ويلعب، والاداء الرجولي بتاع النادي الاهلي معروف في الماتشات وفي الاوقات الصعبه، عكس الفرق الثانيه يعني. من ان انت بتبقى قاعد يعني بتبقى قلقان ان هم يعني مش ما تبقاش مطمن 100% ان هم يكسبوا الماتش او 99% مش واثق يعني، مش واثق ان هم يكسبوا الماتشات، عكس الاهلي يعني. دي طبعا حاجات ايجابيه في النادي الاهلي. الدور الثاني ان شاء الله باذن الله يعني عوده الجماهير بصوره طبيعيه ان شاء الله يعني، حوالي 15000 و20000 في محاولات باذن الله، في محاولات من التح... محاولات ان شاء الله ان يبقى الاعداد تزيد تدريجيا، وان شاء الله تجربه تذكرتي والفان اي دي والحاجات دي كلها تساعد طبعا، تساعد طبعا ومعاون مهمه. والحقيقه الجماهير المصريه كامير لما بتحط لها قواعد واسس بيمشوا عليها بقى في التزام. وشفنا طبعا بطوله ام افريقيا للكبار وبطوله ام افريقيا تحت 23 سنه، الحقيقه الناس اللي التزمت والناس كلها يعني تجربه الفان اي دي تجربه مميزه جدا وتجربه ناجحه جدا. ان شاء الله الفتره الجايه يتم تعميمها ونتكلم فيها زي ما انت قلت يا امير بعدين. لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لك الاهلي ماتش بكره ماتش يعني مش سهل. هيتعامل مستر فايلر ازاي في مباراه الغد؟ هل هيريح بعض اللاعبين، يشارك البعض الاخر اللي كان بقاله فتره ما بيشاركش اصلا، ولا ممكن تكون السياسه بتاعته يعني هو يعني طبعا كل اللي متابع لمستر فايلر تيجي تقول له حط التشكيل بتاع ماتش بكره يقول لك لا مع مستر فايلر مش ما تتوقعش يعني. ممكن تلاقيه مغلط
ثلاثة أربع لعيبة مرة واحدة في التشكيل، فدي حاجة كويسة زي ما قلت لك. حاجة هو الراجل عنده أوراق متاحة إن هو يقدر. شايفها حاجة كويسة ولا البعض ممكن بياخدها من جانب سلبي شوية، إن أنت ما بتعمل تدوير كتير فيعني بتهز من استقرار الفرقة أو التشكيل الأساسي اللي فيه ما بينه وبين بعض انسجام يعني؟ هو أنا رأيي يعني شايف إن أنت تعمل تدوير بين 15 أو 16 لعيب، يعني 15 أو 16 لعيب تعرف تلعب بيهم هم دول التشكيل الأساسي. يعني تقدر تبدل الاثنين في ماتش، لكن في الماتشات القوية مثلا بتنزل بالتشكيل الأساسي بتاعك، لكن الظروف غصب عن الراجل طبعا الإصابات والغيابات طبعا هي اللي يعني في بعض الأوقات بتجبره إن هو يعمل تغييرات في بعض الأماكن. لكن التدوير في ال 25 أو 30 لاعب لا، ده حاجة صعبة قوي، حاجة يعني أعتقد إن هو كمدير فني طبعا يعني لغاية دلوقتي بيحاول يوصل لل 16 أو 17 لعيبة هيعتمد عليهم الفترة الجاية. وأعتقد إن هم يعني خلاص الأسامي محفوظة، لكن زي ما قلت لك إن الأوراق كتير جدا يا أمير، عنده أكثر من عنصر وعناصر مميزة جدا، يعني أفشة، صالح جمعة، رمضان صبحي، وحسين الشحات، وكهربا، وقدام برضك أزار، ومروان محسن، وأجاييه يعني الحقيقة، وفي الدفاع محمود متولي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، يعني عندك وأحمد فتحي طبعا، وكابتن محمد، ومحمد هاني. عندك أسامي في كذا مركز أنت محتار يعني لو يعني مين اللي يلعب؟ مين اللي يلعب يعني مين أفضل، ده أو ده ولا ده؟ أنت ممكن تختار أحمد فتحي، ممكن أختار محمد هاني، أنت ممكن تختار رامي ربيعة، ممكن حد تاني يختار محمود متولي، لكن الأسامي يعني ما فيش حد مميز اللي هو تقدر تقول مثلا ده رقم واحد في مركزه. فدي حاجة طبعا كويسة، وحاجة طبعا يعني في الأول وفي الآخر بترجع لرؤية الجهاز الفني، وده هيساعد كمان المدير الفني في ضغط المباريات كتير سواء في البطولات المحليه او في دوري ابطال افريقيا يعني. وطبعا طبعا ضغط المباريات ده بيأثر بشكل او باخر طبعا، احنا للاسف يعني بنصحح اوضاع سواء بقى بطوله الدوري او كاس مصر او البطولات الافريقيه اللي الحقيقه بتتغير بشكل مفاجئ، يعني ما بتقولش مثلا قبلها بسنتين او ثلاثه ان احنا هنغير ده السنه الجايه في تغيير لدوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، مش زي بره مثلا بتحط الجدول من اول يوم واحد لغايه في شهر 9 لغايه شهر 6 مثلا، الماتشات معروفه والتغييرات معروفه، حتى لو في تغيير النادي مثلا بيبقى عارف ان هو تغيير في ماتش او ماتشين في الموسم كله، مش مع احترامي كل مثلا 3 او 4 ماتشات تلاقي ماتش متغير، 3 او 4 ماتشات تلاقي ماتش متاجل. فان شاء الله يعني الموسم ده يعني هيبقى موسم يعني مش عايز اقول تكمله للمواسم الاستثنائيه اللي فاتت، وان شاء الله يعني نبتدي الموسم الجاي على زي ما بيقولوا على نظيف يعني ان شاء الله، ونحط جدول معروف ده مع مين وده هيخلص امتى وده هيلعب امتى، ويبقى طبعا ضغط الماتشات وضغط المباريات والحاجات دي طبعا. يعني بنشوف فرق امير بتلعب بتريح يوم بتلعب تاني يوم، يعني شفنا طنطا كان ليهم ماتش يوم 15 ولا يوم 17 او 18 في الدوري حاجه زي كده. بنشوف فرق ممكن تقعد 10 ايام ما تلعبش وترجع تلعب، لكن طبعا زي ما قلت لك يعني ده تكمله للمواسم الاستثنائيه طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه يعني الدنيا تتحسن والاوضاع تبقى طيب. خليني سريعا اقول قائمه النادي الاهلي مباراه طنطا غدا زي ما هي قدام حضراتكم كده على الشاشه: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد، ده في خط الدفاع. في خط الوسط عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وكهربا، وفي الهجوم كل من جونيور اجاي وصلاح محسن، وليد ازارو، ومروان محسن. نعيدها على حضراتكم مره ثانيه: حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، ومحمود وحيد، خط الوسط عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود عبد المنعم، كهربا، وفي الهجوم كل من جونيور اجاي وصلاح محسن ووليد ازارو ومروان محسن. رايك ايه في القائمه دي؟ ده طبعا قائمه مباراه الغد امام فريق طنطا في بطوله الدوري. يعني طبعا زي ما قلت لك امير الاهلي مليان بالنجوم، لكن في مشكله اعتقد اليو ديانج خلاص مش هيلعب الماتش الجاي، هو موقوف يعني طبعا عمرو السوليه هيبقى لوحده في ديفندر، فاعتقد انه هيبقى جنبه محمد مجدي قفشه هو الاقرب ان هو يبتدي معاه. طبعا يعني قفشه طبعا هو الاقرب بيلعب مع جنب عمرو السوليه، يعني بنشوف حظ سيء جدا قبل كده اليو ديانج، وقبليه برضو من فتره حمدي فتحي طبعا اصابه، يعني لعيبه من اللعيبه الواعده جدا بصراحة. من اللعيبه الواعده جدا، وكان المنتخب حط عليه امال جدا، والحقيقه قدم مستويات كويسه في الماتشات الوديه، وشفناه احرز هدفين وكان ماشي بمستوى كويس، ولكن يعني زي ما قلت لك يا امير ان الاهلي بيواجه حظ سيء قوي في سواء بقى الموسم اللي فات او الموسم ده في الاصابات. اتمنى ان يبقى ليا حل
ويعني لو الفريق لو الاهلي مكتمل يعني طبعا كانت هتفرق جامد جدا جدا مع في مع الاهلي في سواء مع في افريقيا او في الدوري. ماتش بلاتيوم ده اعتقد لو وجود رمضان صبحي وحسين شحات كانت النتيجه فرقت بشكل كويس جدا. لكن ان شاء الله الاهلي في الدوري يقدم لنا ماتشات كويسه. حتى اللعيبه اللي موجوده في المركز نقدر نكسب بصراحه وطبعا شفنا اكتر من فرص غريبه بتضيق جدا. وهدف كهرباء طبعا وهدف محمود كهرباء يعني مش عارف هو ضيعه ازاي. لكن لو لعب كذا ماتش يعني طبعا هو بعيد بقاله اكتر من بس كان مؤثر. انت بتشوف ايه طبعا كهربا من اللعيبه المميزه جدا والمؤثره جدا مع اي نادي بيلعب ليه. طبعا لعيب مهم جدا لو يعني اتمنى ان هو يستمر في تركيزه ده وهيكون يعني هو لعيب من اللعيبه الكبار يعني ايام كوبر مستر كوبر كتحديدا كان رقم واحد في اختيارات مستر كوبر كان محمود كهربا وكان محمد صلاح من اللعيبه الاساسيه اللي كانوا بيعتمدوا عليهم. اجيري في الفتره الاخيره كهربا طبعا من العناصر الاساسيه كانت مع اجيري. لكن طبعا الغيابات والاصابات اللي كانت مع النادي السابق الزمالك طبعا ابعدته عن المنتخب. كهربا من العناصر المميزه جدا من العناصر اللي في الاربع او خمس سنين اللي فاتوا اثبتوا نفسهم. طبعا كان من ناشئين النادي الاهلي وكنا يعني كنا نتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي لكن قادر ان هو يقدر يتواجد ويرجع تاني. الاهم ان هو عادي النادي الاهلي عادي طبعا عادي النادي الاهلي ويتواجد يعني. وطبعا وان شاء الله يحقق النتيجه طيب. اللي مستنيه منها الجماهير النادي الاهلي. لكن واضح من القايمه كده ان مش هيبقى في تغييرات كتير في التشكيل. بالتالي تتوقع التشكيل ايه؟ يعني طبعا محمد الشناوي طبعا يعني بسم الله ما شاء الله عليه مقدم مستويات رائعه من اكتر من سنه مع سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي والحقيقه يعني قادم من الخلف يعني كان بعيد جدا. محدش يعني انت قبل كاس العالم تيجي تقعد تتكلم مين حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم الحضر يشرف أحمد اكرامي احمد الشناوي لكن محمد الشناوي للامانه يعني قدم مستويات رائعه جدا وحد ملتزم وربنا بيكرمه او بيوفقه على المجهود اللي هو بيعمله مركز جامد. مركز جامد جدا حتى في المنتخب بيشكروا فيه وبيثنوا عليه ان هو من اللعيبه المركزه جدا. نادرا لما تلاقي حد ما بيعملش مشاكل حتى لو قاعد احتياطي. لكن الحارس بيقدم مستويات كويسه جدا. اعتقد رامي ربيعه طبعا علي معلول احمد فتحي معلول ولا ممكن نلاقي محمود وحيد موجود؟ لا اعتقد علي معلول يعني قايمه على شمالك لو حابب تتوقع يعني علي معلول طبعا لا غبار عليه طبعا لعيبه من اللعيبه المهمين جدا في الدوري المصري وفي الاهلي الفتره الاخيره واحد افضل يعني ظهير ايسر في افريقيا مؤخرا. طبعا اعتقد يعني ياسر ابراهيم او محمود متولي يعني اعتقد محمود متولي الاقرب الاقرب. طبعا في النص عمرو السوليه وجنبه قفشه ايوه وحسين الشحات لو جاهز طبعا يعني طبعا موجود هو طبعا موجود يبقى جاهز خلاص يعني حسين الشحات يعني طبعا جاهز يبقى موجود طبعا يبقى موجود في التشكيل الاساسي طبعا اجايه ومروان محسن مروان محسن ناقص لعيب كده وكهربا ولا احمد الشيخ يستمر يلعب ولا تتوقع يعني ممكن حسين يمين وكهربا شمال؟ انا اتوقع ان كهربا هيبتدي يعني حسين كهربا شمال وحسين يمين يبتدي يعني حسين يبقى الاثنين على ده جناح ايمن حسين الشحات وممكن كهربا جناح ايسر وفي الهجوم طبعا مروان محسن او ازارو بس اعتقد مروان محسن هو الاقرب. مروان محسن رايك في استقفاقه مروان محسن خلال الماتشين اللي فاتوا هدفين في مباراه اف سي مصر والمباراه الاخيره امام بلاتينيوم؟ والله مروان على طول مثير للجدل يعني طبعا الجماهير لما تطلع تنتقده تلاقيه مع المنتخب رقم مهاجم رقم واحد على اكثر من مهاجم موجود وبيلعب راجل لعب كاس عالم فطبعا يعني سكت مع احترامي سكت كوبر وسكت بعديه اجير وسكت لاسارتي وسكت لاسارتي والمديرين الفنيين ودلوقتي ريني فايلر طبعا على في موجود طبعا ازار وفي صلاح محسن فهو يلعب عليهم فكل دول طبعا مدربين كبار فاكيد مروان من المهاجمين الكويسين جدا بالزبط. لكن الجماهير او النقاد عايزين على طول متعودين بقى على عماد متعب متعودين على فيرو ان المهاجم كل ماتش يجيب جون او اتنين فمروان دوره تكتيكي اكتر منه من يعني ادائي اساليب اللعب اختلفت يعني طبعا يعني ما عادش زي زمان يعني هم الناس متعوده على متعب افرافي ياخد الكره من نص ياخدها وان تو مش عارف مع تريكا وبرغا ويخش يجيب جون لكن مروان يعني كتكتيكي يعني اكتر منه فنيا فمروان من العناصر الكويسه جدا لكن ان شاء الله الفتره الجايه اتمنى ان هو يتالق وبيواجه سوء حظ صعب قوي في الاصابات ان هو
ممكن يلعب ماتشين ثلاثه ويتصاب ماتش او ماتشين ويرجع تاني لكن عنصر مهم. لكن طبعا عنصر مهم، ووليد ازارو طبعا عنصر مهم طبعاً. وصلاح محسن طبعا من العناصر الكويسه جدا، لكن اتمنى ان هو يهتم بنفسه اكتر ويركز في التدريبات. صلاح من العناصر المهمه جدا كانت في تشكيله المنتخب الاولمبي للكابتن شوقي غريب، لعيبه من اللعيبه الواعده، لكن اتمنى ان هو يستغل فرصه ان هو موجود في 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 نادي زي النادي الاهلي ويركز اكتر الفتره الجايه، عنده امكانيات تساعده ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي. فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه وان هو يركز ويبقى موجود سواء بقى مع النادي الاهلي او حتى منتخب الاولمبي اللي داخل على بطوله اولمبياد طوكيو. اتمنى ان هو موجود ان شاء الله معاهم في الاولمبياد، حد من العناصر الكويسه جدا اللي بيعتمد عليها الكابتن شوقي غريب، ويرجع تاني نشوفه زي يعني هو خد فرص لكن ما ظهرش بالمستوى اللي جماهير النادي الاهلي مستنياه. فان شاء الله من يعني نتمنى له التوفيق الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق، لكن واضح من قائمه النادي الاهلي ان مستر فايلر واخد المباراه بمنتهى الجديه، خصوصا ان انت في مرحله حاسمه جدا يعني في سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد فيما بعد مباراه طنطا انت عندك المقاولين اللي هو المنافس المباشر ليك دلوقتي في بطوله الدوري، بعد كده مباراه غايه في الاهميه يعني مباراه النجم الساحلي. طبعا انت في الاخر مباراه طنطا بثلاث نقط بالظبط يعني، انت ما بتلعبش مثلا لو كسبت هتاخد نقطه، لا انت بتلعب ثلاث نقط، ثلاث نقط دول بيفرقوا معاك في جدول الترتيب طبعا، بيرجعوا لك الثقه طبعا ان انت يعني فقدت جزء منها في ماتش بلاتينيوم، بتواصل الفريق بيوصل تالق والارقام القياسيه طبعا في الدوري ان هو يحقق 11 فوز متتالي يعني من اكتر من سنه ما حققهاش. زي ما قلت لك طبعا يا امير ثلاث نقط هيفرقوا معاك في جدول الدوري، هيفرقوا معاك عن الفرق اصحاب اللي بتنافسك زي ما انت قلت المقاولين بالظبط. وماتش صعب بعدها ماتش طبعا ماتش المقاولين هيبقى ماتش صعب جدا، ماتش القمه دلوقتي في الدوري الاول وثاني، لكن الاهلي طبعا يعني طبعا ماتش صعب وماتش بطنطا عايز يثبت نفسه، وشفناه قدم اداء كويس امام الزمالك وكان قريب من الفوز. اللعيبه طبعا ماتشات الاهلي والزمالك طبعا مش مقياس ان انت بتلعب طنطا، لا طنطا من الفرق متزايره بقى في دوافع مختلفه ان هو بيلعب في مع اقوى فرق في البطوله، عايز يثبت نفسه اللعيبه عايز تثبت نفسها عايز تظهر نفسها، فيبقى ماتش صعب مش ماتش سهل. طيب بخلاف بقى الاهلي واتكلمنا واطمنا عن النادي الاهلي بشكل كبير وقلنا الحركه كل القائمه الخاصه بمباراه الغد، لكن في بعض الملفات الاخرى بخصوص الكره المصريه بشكل عام، الاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الخماسيه الحاليه. في البدايه عايز اتكلم على اللائحه واهم البنود اللي ممكن يتم تعديلها في لائحه النظام الاساسي الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم. سمعنا بعض البنود، الاول ان اعضاء اللائحه هيبقى 11، اعضاء المجلس يبقى 11 او 9 او 7، والسيدات عددهم هيبقى قد ايه، كان جمع ما بين العمل الاعلامي وكل الامور دي، قول لنا التفاصيل اللي فيها يعني هو لغايه دلوقتي يعني هو لغايه دلوقتي كلها محل جدل، اللائحه محل جدل، ما فيش حاجه رسميه لغايه دلوقتي، كلها نقاشات دلوقتي. لسه اتحاد الكره ما اعلنش عن اللائحه الاساسيه، طبعا هيعلنها بعد ما يعرضها على الفيفا وياخد موافقه الفيفا ويعرضها على الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه توافق. لكن طبعا زي ما انت قلت يا امير في اكتر من بند يعني عليه مشاكل وعليه خلافات. طبعا بند 8 سنين سمعنا ان عايزين يخلوه 12 سنه بدل 8 سنين. هل ده كان اقتراح من مسؤول الفيفا ولا اقتراح من كل يعني معظمها كلها مقترحات من مسؤول الاتحاد الدولي؟ بند 8 سنين، عدد مقاعد السيدات في الاتحاد في المجلس 2 او 3 او 1 على حسب عدد الاعضاء. يعني في راي قال لك ان يبقى مفتوح لو عايزين يدخلوا كذا حد يدخلوا ولو نجحوا خلاص. شوف سمعنا 2 سمعنا 3 لسه لغايه دلوقتي برضك ما فيش حاجه رسميه. برضك عدد اعضاء المجلس 11 او 9 او 7، هما بيفضلوا ان هو يبقى 7 لان كان قبل كده 11، فبيقول لك 11 ده انت لما تقعد تناقش موضوع مهم هتقعد تسمع من كل واحد 10 ده هتاخد في الملف وقت كبير، لكن عكس لما بيبقوا 7 او 5 الملفات بيتم انجازها بسرعه اكبر. فده السبب الرئيسي ان هم عايزين يقللوا عدد المجلس. الاقرب هيبقى ايه؟ الاقرب لا لغايه دلوقتي الاقرب 11 زي ما هم زي ما هم يعني الاقرب لغايه دلوقتي 11 زي ما هم. برضك من الحاجات اللي الجمع بين الاعلام العمل الاعلامي ده من الاخر يعني مش عايز اقول ان هم بيضربوا في ناس لصالح ناس يعني عايزين يستبعدوا بعض الشخصيات من الانتخابات الفتره الجايه وبيهيئوا مين هم اللي عايزين يستبعدوا؟ يعني تردد ان يعني كابتن هنا وريده ان هو عايز يبعد بعض الشخصيات زي كابتن احمد شوبير او وفي بعض الاسماء الثانيه زي كابتن سيف زاهر، مش عايز يبقى في تضارب في الجمع بين الاعلام وبين العمل واتحاد الكره. هل الموضوع شخصي ولا موضوع المصلحه العامه؟ لا هو يعني فرد دراعات فرد يعني قوة يعني. يعني لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه.
قبل كده برضو اتكلموا في الموضوع ده اللي هو العمل الاعلامي، ان هو ما ينفعش تدخل تترشح تبقى اعلامي وتخش تترشح في انتخابات اتحاد الكوره. فقال لك انا يعني مثلا كابتن زي كابتن شوبير قال لك انا في البطاقه ووظيفتي مش اعلامي، انا راجل لعيب كوره فايه اللي يثبت لنا اعلامي؟ او يعني في تحايل عليها في الحته دي، يعني مش هتقدر تمسكها، مش هتقدر تتحكم فيها بشكل رسمي. انت راجل دلوقتي في قناه الاهلي، هتيجي ساعه الانتخابات هتقدم، هتاخد اجازه مثلا شهرين وبعد ما تنجح لو نجحت ممكن اكمل في العمل الاعلامي او مش هكمل. طب انت كمحلل ممكن اشتغل محلل، يعني تحكمها ازاي؟ هي بس ملهاش دي ملهاش يعني ماسكه او ملهاش. طب انت مع انهي اتجاه؟ لا والله اي حد يدخل الانتخابات، والافضل هو اللي ينجح. طبعا كابتن هاني ابو ريده طبعا يعني من الشخصيات المهمه جدا، امير في الكره المصريه، وراجل من 21 شخصيه بتدير الرياضه في العالم، عنده علاقات الحقيقه يعني في سواء في الاتحاد الدولي او في افريقيا، من الناس اللي بتحظى بحب وثقه من الناس بره سواء في اي مكان، سواء بقى يعني انا في اتحاد الكوره بقى لي 12 سنه، فالحقيقه كذا مشكله وكذا ازمه الكابتن هاني كان بيحلها. كابتن شوبير وجوده كنائب طبعا من الناس الاداريين الناجحين جدا، طبعا قمه كبيره طبعا، من الناس الناجحين جدا جدا اداريا، والحقيقه قضى سنه داخل اتحاد الكوره كان في بعض الملفات المجمده هو قدر يعني يحلها وقدر يخلصها، وبيحظى بحب وثقه الجامعه العموميه. في ناس كانت واقفه في طريقه شويه يعني، طبعا هو كان المجلس، هو المشكله ان المجلس الاداره السنه اللي فاتت يعني كابتن هاني ابو ريده كان يعني احنا بنشوف في كذا مجلس جبهتين، لا كان للاسف اتحاد الكره كان ثلاث او اربع جبهات، يعني كل واحد مع واحد كل واحد مع واحد، فده اللي كان سبب الازمه وسبب الخلافات وكان سبب المشاكل. لكن كاسماء لما تيجي تتكلم هنا ابو ريده، لا كيما وقمه شوبير، كابتن احمد شوبير طبعا، سيف زاهر، عصام عبد الفتاح، كابتن الدكتور كرم كرد، كابتن مجدي عبد الغني، كلها اسامي طبعا لما تيجي احمد مجاهد طبعا تتفق او تختلف معاه، من الناس الشاطره اداريه جدا ومن الناس اللي فاهمه جدا والناس اللي عندها درايه باللوائح يعني في اي ملف تديهوله هو يقدر ينجزه. لكن كابتن خالد لطيف يعني اسامي هتقعد تتكلم عليها امير يعني، هم كلهم قامات، لكن للاسف كان المشاكل هي اللي غالبه وهي اللي مسيطره على الاجواء جوه اتحاد الكوره، فده السبب ان في الفتره الاخيره يعني ده السبب ان المجلس ده ما اداش الصوره اللي احنا كنا مستنيينها منه، واثر كمان على المنتخبات في الحقيقه، واثر على المنتخب طبعا والازمه طبعا كتير. يعني طبعا كان في ازمات كتير جدا الفتره الاخيره بسبب الانشقاق داخل اتحاد الكوره. لكن زي ما بقول لك يعني اتمنى ان المجال مفتوح لاي حد عايز يترشح، والافضل هو اللي يجي يقود اتحاد الكوره. واتمنى يعني طبعا من البنود المهمه جدا اللي هو القايمه انت تخش مثلا امير ومعاه قائمته، امير ينجح قائمته ينجح، لا لا مفيش مستقلين، يبقى بالقوائم يعني ده من الحاجات برضك المهمه اللي هيبقى عليها برضك خناقه الفتره الجايه، ان هو مش عايز زي زمان كل واحد مستقل ده ينجح على الاصوات يخش المجلس، لا عايزين بنظام القوائم. القائمه دايما بتبقى افضل، لان لما بيختاروا قائمه بيبقى في تفاهم ما بين الناس، اكيد عارفين هو يعني ده طبعا من المجلس اللي فات هو احد الاسباب في كده، ان هو انا قال لك انا كابتن هاني تحديدا انا كان معايا مجلس في ثلاثه او اربعه دخلوا علينا حصل مشاكل، فالافضل ان الفتره الجايه يبقى في قائمه موحده يبقى فيها تفاهم، انا مختار امير ومختار كذا، الناس هبقى فاهمه انا هعمل معاهم ايه. فده بسبب ده السبب الرئيسي للفتره الاخيره ان يبقى في اتجاه لاقامه الانتخابات بالقائمه الموحده، وشايف انها يعني لو الموضوع في ايد الجمعيه العموميه لا الموضوع مش هيتوافى عليه اللي هو القائمه الموحده، ان في ناس انديه زي ما بيقولوا انديه اللي هي القسم الثاني والثالث بقى ليهم مرشحين معينين بيخشوا يعني بيديهم اصواتهم مقابل ان هم يبقوا صوتهم جوه في قلب المجلس. لكن لغايه دلوقتي كل الحاجات دي كلها لسه محل خلاف يا امير، ما فيش حاجه. الحسم هيبقى امتى؟ يعني هو المفروض ان هيبقى في جمعيه عموميه في اخر اثنين او في ثلاثه في مارس، هيتم التصويت على الجمعيه العموميه دي ويتم وياخدوا الموافقات عليها، وبعد كده يلجأوا للفيفا. تمام. الفيفا توافق على. طب هل اللجنه الخمسيه عرضت مشروع اللائحه على الانديه ولا لسه؟ لا هم طلبوا هم بس مقترحات هم بعتوا من اكتر من شهر للانديه، بعتوا لنا مقترحاتكم، ما فيش الا نادي واحد بس هو اللي بعت، اعتقد اسمه ميجا سبورت في القسم الثالث هو اللي بعت. طب الباقي ما بعتش ليه؟ الباقي ما بعتش، لكن لغايه دلوقتي بدا اتحاد الكره يرجع تاني. منطقيا بشكل اكبر يعني ان يبقى في مشروع لائحه، والمشروع ده انا عارضه على الانديه والانديه تقوم مقترحاتها. صح. ليه ما حصلش كده؟
والله هو لغايه دلوقتي يعني المفروض زي ما انت بتقول كده، هو فعلا يعني في بعض الانديه بعض الطلبه قال لك يبعتوا لنا مشروع لائحه واحنا نتكلم فيه ونعدل لكم، نقول لكم مثلا المقترحات دي. واعتقد ان اتحاد الكوره بيعمل حاجه زي دي دلوقتي، وهيبعت تاني مشروع لائحه للانديه ويتم مخاطبه الانديه، وان شاء الله الفتره الجايه في الاول والاخر يعني مصلحه الرياضه ومصلحه الكوره باذن الله. طيب خلينا نخش في ملف تاني هو خاص بالكابتن حسام البدري. النهارده معايا خبر في يلا كوره بيقول لك ايه، الكابتن حسام البدري يطلب حجز تذاكر سفر الى لندن لحضور مباريات المحترفين. رايك في الخبر ده؟ يعني هو لو الخبر صح هيتروح تراقب مين؟ محمد صلاح؟ هو ده السؤال بصراحه. يعني لو محمد صلاح مثلا مش مستواه مش هنجيبه منتخب؟ لا لو محمد صلاح لو برجل واحده هيجي المنتخب. طيب طب مثلا احمد حجازي؟ لا هو احمد يعني طبعا من العناصر الاساسيه في المنتخب عندك، يعني مع احترامي لغايه دلوقتي ما عندكش حد افضل من احمد حجازي. يعني طب تريزيجيه؟ طبعا يعني هل تريزيجيه لو مستواه قليل شويه؟ انت عندك الثلاثه الاساسيين، انت بتتكلم ثلاثه اساسيين او ثلاثه قوام اساسي المنتخب، تحطهم وتحط عليهم باقي الباقي. طب لو الخبر ده صحيح يبقى ايه الغرض من السفر؟ لا انا مش يعني مش عارف الخبر صح او غلط يعني. لو يعني يعني لو صح طبعا يعني شايف ان هو مش حاجه منطق. مش في محلها طبعا انت تسافر تتابع نجوم زي دي، طبعا النجوم من العناصر الاساسيه عندك. الاولى ان انت تسافر تتابع لو في وجوه جديده تكتشفها، في يعني تشوف لعيبه تانية. لكن هو لو رايح ان هو يقعد مثلا، او ممكن الخبر وراه مغزى تاني يا امير، ان هو مثلا محمد صلاح طبعا مشاكل المشاكل والخلافات الاخيره الفتره الاخيره، وان هو طلب كذا مره ما يجيش المنتخب او يريح في الماتشات، قال لك الماتشات مش مهم قوي. ممكن ده المغزى من الهدف لو يعني ده المغزى من الخبر. لو ده المغزى من الخبر يعني ممكن يبقى قاعده مع صلاح طبعا. لكن اعتقد ان لو كده كان الكابتن مثلا حسام طلب ان هو يسافر بعيد عن الماتشات او بعيد عن اي حاجه ويقعد مع واحد زي محمد صلاح، طبعا وجود زي ما انت قلت امير مؤثر طبعا ومهم. هو في خلافات ما بين اللجنه الخماسيه والكابتن حسام؟ لا مش اللجنه، لا اللجنه الخماسيه والكابتن حسام لا طبعا، هما الناس هما اللي جايبينه طبعا. هو بص هو في تصريحات يعني تصريحات بتبقى تصريحات جدليه يعني شويه. محمد فضل، طب كابتن محمد فضل من كام يوم كده طلع قال لك احنا كنا هنجيب ايهاب جلال وايهاب جلال ما وافقش فجبنا حسام البدري، فالتصريح زي ده ممكن يضايق طبعا كابتن حسام البدري. طبيعي هو مش يضايق كابتن حسام لان دي كانت الحقيقه، مع احترامي لكابتن حسام البدري. ايوه بس التوقيت التصريح يعني ايه لازمته؟ ما خلاص كابتن حسام دلوقتي هو مدير فني مثلا يعني. هو طبعا يعني كان ايهاب جلال رقم واحد، مرشح رقم واحد، والكابتن حسام بدري عارف حاجه زي كده، وتم الاستقرار على الكابتن حسام بدري. طبعا انا من وجهه نظري شايف ان كان في اختيارين هم الافضل للمنتخب، المنتخب مصر الكابتن حسام بدري رقم واحد والكابتن حسام حسن رقم اثنين، مع احترامي لايهاب جلال او عماد النحاس او كابتن حسن شحاته او لسان الطرد دي، شايف ان اختيار البدري هو الاختيار الافضل. لكن طبعا التصريح زي ده طبعا بيبقى فيه نفسيات يعني طبعا هيصير مشاكل وهيصير ازمات. لكن زي ما قلت لك اللجنه الخماسيه هي اللي جايبه حسام البدري، فغصب عنهم لازم يساندوا حسام البدري، لازم يساعدوه عشان ينجح. هو البعض بيستنتج بس الازمات دي او الخلافات بسبب التصريحات اللي بتبقى كتير زي تصريح كابتن محمد فضل. لكن عايز اسالك برضو عن الجهاز الفني المنتخب الوطني الاول، هل في خلافات ما بين كابتن حسام البدري واعضاء الجهاز زي ما بيتقال؟ عشان ما نجملش الصوره قوي كان بصراحه يعني عشان ما نجملش الصوره قوي، كان في خلافات فنيه في يعني خلافات فنيه، لكن اعتقد ان الخلافات دي الفتره الاخيره يعني خلاص تلاشت خلاص. والكابتن حسام بدري طبعا يعني حتى في كذا ماتش بنشوف يعني كان خلافات بيقال انها بين الكابتن حسام وبين طارق مصطفى، ولكن دلوقتي خلاص يعني الموضوع كان اختلافات فنيه، لا اختلافات فنيه، لكن خلاص بنشوف كذا ماتش دلوقتي الكابتن حسام بدري ومعاه طارق مصطفى. اذا تعديل في الجهاز الفني ده لا صعب مستحيل طبعا. طب ماذا لو لا قدر الله المنتخب يعني ما وفقش في اول مباراه في تصفيات كاس العالم؟ هو اول ماتش في شهر 3 في تصفيات كاس العالم، لسه القرعه يوم 21 يناير. لو ماتش صعب طبعا يعني لو ولعبناه بره وخسرنا اعتقد يعني مش هيبقى النتيجه يعني هيدخلك في مشاكل. لكن لو ماتش فرقه ضعيفه وهنا في مصر يعني مثلا ماتش وقعنا مع ماتش زي منتخب زي كينيا مثلا او مدغشقر او جزر القمر او جزر وتعادلنا معاهم هنا، اعتقد ان هيبقى في مشاكل وفي ازمات في جوه الجهاز الفني واللجنه الخماسيه. ان انت للاسف نظام التصفيات في كاس العالم ده زي نظام تصفيات 2000 ماتش غانا، فانت لازم تطلع اول مجموعه وبعد كده تتاهل تلعب ماتش ثاني اللي هو التاهل الرسمي بقى، التاهل من خلاله لكاس العالم. واعتقد ان انت هتضيع نقطه في ماتشات زي دي، فهيبقى دخلك في ازمه كبيره جدا.
طبعا لازم تتاهل لكاس العالم بعد، لكن مش مستقرين على قرار معين يعني. لا لا يعني هيدخلك، ده مهم هيدخلك، لازم يبقى بصراحه في دعم يعني، هيدخلك في مشاكل كبيره جدا. لكن اللجنه الخماسيه هي يعني هي اللي جايبه حسام البدري. عارف لو شو غريب اقول لك طبعا اللجنه الخماسيه مش شفره معاها شو غريب، ان هم ما جابوش كابتن شو غريب، هم كابتن هاني بريده اللي كانوا جايبين شو غريب. لكن هم يعني دلوقتي نجاحهم الاساسي من نجاح كابتن حسام بدري، فلازم يعني هم اللي اختاروه، فلازم دلوقتي غصب يعني لازم يساندوه، لازم يساعدوه كويس. وان شاء الله الفتره الجايه يعني مش عايزين نتشائم، ان شاء الله كابتن حسام بدري ان شاء الله باذن الله كان بيمر بازمات مع المنتخب الفتره الاخيره، نعم ما فيش استقرار، لكن الفتره الجايه كابتن حسام عنده خبره وعنده ثقه في نفسه، ان شاء الله ان هو يقدر ان شاء الله. اتمنى له طبعا كل التوفيق يعدي المرحله الجايه. تصريحاته هي اللي بتعمل غلط كتير شويه لكن هو تلقائي طبعا. هو تلقائي شويه، لكن اتمنى له طبعا كل التوفيق. مباراه القمه، كلام كتير على السوبر خلاص معروف دلوقتي في ابو ظبي يوم 20 يوم 24 في مباراه القمه، كلام على اتجاه ان يبقى في مباراة القمة هناك بتاعت الدوري في أبو ظبي. مين اللي بيتبنى هذا الاتجاه يعني؟ هو مقترح يعني، مقترح مش حاجة رسمية يعني، أو مش لغاية دلوقتي مفيش قرار رسمي، لكن هو مقترح. لكن اعتقد يعني بنسبه كبيره مش هيتم تطبيقه، لكن ماتش السوبر خلاص في 20 في ابو ظبي، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا. وكالعاده الاهلي والزمالك يقدم لنا ماتش كويس هناك، ونشوف الجماهير. وزي ما قلت لك في الاول يا امير، انت لما بتحط يعني الضوابط وقواعد للجماهير او للمصريين بيمشوا عليهم وبيلتزموا بيهم، وان شاء الله الفتره الجايه تيشيرت تذكرتي وبرز ان شاء الله يقدموا حاجه كويسه للدوري ان شاء الله. تفاصيل مباراه السوبر بقى، يعني هو خلاص 37,000 مشجع للماتش خلاص. في مؤتمر بكره ان شاء الله بحضور مجلس ابو ظبي الرياضي واتحاد الكوره، واتفقوا هيمضوا فيه التوقيع الرسمي للماتش، وان شاء الله زي ما قلت لك 37,000 مشجع. لسه بقى اتفاقيات بقى على السفر امتى والحاجات دي امتى كلها الفتره الجايه. كان في مفاضله بين 3 استادات، لكن تم الاستقرار على استاد محمد بن زايد في اللي هو ملعب الجزيره. هيتم استخدام تقنيه الفار، تقنيه الفار وطاقم حكام اجنبي في الماتش. ورغم ان كان في مقترحات ان هم يبقى بطاقم حكام اجنبي وباول تجربه لتطبيق الفار، لكن هم يعني لسه التجربه هتبقى جديده في الدوري المصري، فخاف او قال لك الافضل ان يبقى شكل المباراه كله كويس، فقال خلاص تم الاستقرار لحكام اجانب. يعني كان في اتجاه ان يبقى حكام مصريين يعني كان في بعض المقترحات ان هو يبقى حكام مصريين ويبداوا تجربه الفار فيه، لكن تم الاستقرار بصفه رسميه خلاص على حكام اجانب للماتش. وتجربه الفار طبعا ان شاء الله بدات خلاص. ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، وآلية تنفيذها يعني. يعني هم اتحاد الكره بدا اول امبارح، كان في تطبيق عملي كده للفنيين، وبعد كده بدا امبارح للحكام. معظم الحكام هيتم تقسيمهم على مراحل تدريبيه، معظم الحكام موجودين على حوالي 58 حكم موجودين يا امير في التجربه. ان شاء الله هيتم الانتهاء منها يوم اعتقد يوم 8 فبراير. لغايه دلوقتي الاتجاه القوي ان شاء الله ان هم يبتدوا مع الدور الثاني تجربه الفار رسميا في جميع الماتشات، مش ماتشات هو معينة. لسه مجرد اتجاه ولا قرار رسمي؟ هو بنسبه 90% مع الدور الثاني، 10% ده ممكن يحصل فيهم حاجه. يعني بنسبه 90% مش رسمي 100% خلاص الفار في الدور الثاني. طب هل الفار لما يطبق هيبقى من خلال غرفه مركزيه اللي تتحكم في الفار، او اللي هي تتكلم او تتواصل مع الحكم في ايا كان الملعب فين؟ في كل، ولا هيبقى في كل في ملعب؟ عربيات يعني، في عربيات في الملاعب اللي مش هيبقى فيها غرف. في، لكن معظم الاستادات كلها مهيئه ان يبقى فيها مكان للفار. تمام. في عربيات، 4 عربيات تم يعني بيتم النهارده اتحاد الكره هيبقوا موجودين مع التجربه طبعا، وهيبتدوا العمل بيهم. معظم يعني تجربه الفار هتتطبق بشكل صحيح زي ما بتطبق بره في اوروبا وفي الدوري الانجليزي وفي دوري ابطال اوروبا. كويس. بنسبه 100% مش هيبقى في حاجه مثلا يعني زي ما شفنا قبل كده الشاشه اللي هي ال 10 بوصه دي. لا، يتم تجربه الفار بشكلها الصحيح. اتحاد الكره عايز، او اللجنه الخماسيه عايزه تقدم حاجه صح 100% طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه مستنيين بس موافقه وزاره الرياضه على الشركه اللي هيتم اللي هتطبق الفار. وان شاء الله تبقى حاجه تحسب مع الدور الثاني. الدور الثاني امتى؟ هو الغد، هم مستنيين دوري المجموعات، يعني دوري المجموعات تخلص امتى، وبعد كده يحددوا مصير يعني الفرق المشاركه في البطوله، وبعد كده يحددوا مواعيد الدوري الدور الثاني امتى رسميا. اكيد نتمنى كل التوفيق للكره المصريه بشكل عام، سواء للانديه او الاتحاد المصري لكره القدم، لما هو صالح للكره المصريه في المستقبل باذن الله تعالى. يا محمد نورتنا وشرفتنا حبيبي امير، والله بسعدنا موجود معاك، وسعيد موجود في قناه الاهلي طبعا، اللي بتحظى باهتمام ومتابعه الملايين.
يعني جوه مصر وبره مصر. نورتنا وشرفنا دايما حبيبي. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. بكره هنكون معاكم في حلقه على مدار 60 دقيقه قبل مباراه الاهلي وطنطا وكواليس هذه المباراه. استنونا في حلقه مهمه جدا من كلام في الميديا غدا باذن الله تعالى. الى اللقاء.